بكم في صالون العلمانيون الثقافي رقم 406 المعلبة جاهزة التحضير. أن العلمانة ما هي إلا رافض من روافض التغريب وأداة من أدوات الإمبريالية والكولونيالية الثقافية. فمحاولة استحضار قيم المواطنة والمساواة والتعددية الثقافية وكل مقاومات الدول الوطنية الحديثة لطالما قابلها الأصوليون بالرفض كونها لا تعبر عن بيئة عربية إسلامية، بالإضافة إلى دعمهم بأن هذه القيم وليدة تجارب الغرب وعلينا أن نصنع تجربتنا بأنفسنا، وأن الإسلام وضع نظاما للاجتماع والسياسة يسبق النظم الغربية الحديثة، هكذا يروا. ولكن هل يمثل التراثون العربي والإسلامي بمجمله بحرا من الظلمات؟ أو بمعنى آخر ألا يوجد ما يمكن أن نستخرجه من تراثنا لنبني عليه أو نطوره؟ أفكار العقلانية تحدث بها ابن رشد وسبقه إليه المعتزلة، ورحلة الشك بدأت مع المعري ناهيك عن ما قدمه الراوندي والفارابي وابن سينا في مضمار الفكر والفلسفة، إلا أن المفارقة تتجلى هنا في رفض الأصوليون لأفكار الأسماء المذكورة أعلاه، رغم أن تلك الأسماء هي وليدة للثقافة الإسلامية واللسان العربي، فلا هي غربية ولا هي شمالية، بل أن الرفض من قبل الأصوليون وصل لحد الاتهام بالهرطقة والزندقة لكل من حاول أو يحاول أو سيحاول النزوع بالفكر تجاه العقل على حساب النقل. إذن هنا يكمن تناقض الأصوليون وضعف حججهم فيما يتعلق بربط العقلنة والعلمنة والحداثة بالتغريب، فالمسألة لم تعد كذلك، بل هي رغبة منهم في المكوث بين جمود الماضي وطيات النص وحرفياته. ويعد أبرز الأسماء الفاعلة في تاريخ الفكر الإسلامي محي الدين ابن عربي، فيلسوف الحب الذي صاغم مفهومه عن قبول الآخر والتعددية والمواطنة قبل نشوئها وتبلورها في أوروبا بخمسة قرون. وهو ما يستدعي منا استعراض لهذه التجربة الثرية وملام ليلى الذي يأتي بعنوان ابن عربي الأب الروحي للتعددية الثقافية والمواطنة، يحدثنا باحثا متميزا ومتخصصا في فكر الساري والأعلام، بدأ في صالون علمانيون بابن رشد ثم ابن حزم واليوم مع ابن عربي. أدعو حضراتكم للترحيب بالباحث في الفلسفة الإسلامية أحمد كويتي. شكرا للأستاذ أحمد حسن المقدم المتميز، وشكرا للحضور، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتناول شخصية متميزة جدا في الفكر الإنساني عامة والتراث العربي والإسلامي خاصة، وهو فيلسوف الإشراق محي الدين ابن عربي. بداية أحب أوضح حاجة مهمة جدا. أولا هو اسمه الحقيقي حسب المخطوطات اللي احنا اطلعنا عليها محي الدين ابن العربي، يعني بالألف واللام، الألف واللام هذه ثابتة في الاسم بتاعه محي الدين ابن العربي. طيب ليه الناس بتقوله محي الدين ابن عربي بدون ألف ولام؟ طبعا هي قضية بسيطة جدا وصغيرة، بس أنا من أصحاب منهج التدقيق الشديد والصواب إن شاء الله في كل شيء بإذن الله، ده منهجي، يعني حاجة صغيرة أدقق فيها، حاجة كبيرة أدقق فيها، المنهج عندي واحد، الصواب أنا أرنو إليه دائما إن شاء الله. محي الدين ابن العربي حسب ما هو كتب اسمه بنفسه في المخطوطات بخط إيده. طب ليه الناس قالت عليه محي الدين ابن عربي؟ قالوا عليه كده حتى يفرقوا بينه وبين أبو بكر بن العربي القاضي المالكي، أحد أعلام المالكية، صاحب كتاب العواصم من القواسم، اسمه أبو بكر ابن العربي. قالوا مع الناس كده هتتلخبط ما بين ده وبين ده، فنعمل إيه؟ نحذف الألف واللام ونسميه محي الدين ابن عربي بدل ابن العربي عشان ما يحصلش اختلاط بين العالمين دول. أبو بكر ابن العربي ده قاضي مالكي، وده موجود قبل محي الدين ابن عربي، ثم بعد ذلك محي الدين ابن عربي، وأنا هقول محي الدين ابن عربي بدون ألف واللام كما هو المشهور، لكن ليس هذا هو الصواب. طبعا أبو بكر ابن العربي اللي احنا اتكلمنا عليه ده من شوية دوت اللي كان بيحط من قدر ابن حزم وبيسفه من آرائه ومن معتقداته ومن قيمته ومن ذكائه، كما تناولنا ذلك في المحاضرة السابقة. محي الدين ابن عربي هو اسمه محمد ابن علي ابن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، ابن مدينة في الأندلس اسمها مرسية، ف
في الأندلس إسبانيا حاليا. الراجل ده يا جماعة من أسرة عريقة جدا عربية، قبيلة عربية اسمها الطاي، اسمها الطاي الحاتمي الطائي الأندلسي. ده مولود حوالي عام 558 هجرية، يعني في القرن السادس، وتوفي حوالي 638 هجرية، يعني في القرن السابع. وقبره معروف ومجمع على هذا القبر من كل المؤرخين في سفح جبل قاسيون بدمشق. قبره حتى الآن يزار هناك، يعني لكبار العارفين والأولياء والمحبين للتصوف الطرقي أو ما شابه من محبين الروحانيات. يعني من أقوى الأعلام في تراثنا العربي والإسلامي والإنساني بوجه عام محي الدين ابن عربي في الروح، عالم روحاني لا يشق له غبار، لا يشق له غبار. أبو عربي كما قلت لحضراتكم من قبيلة طيء، ووالدته من البربر، أصلها من البربر، وإن كان بعض الأمازيغ بيفضل عدم تسمية البربر لأن بيرى فيها همجية. يعني بعض الأمازيغ، الأمازيغ هم البربر والبربر هم الأمازيغ الذين سكنوا وقنطوا بشمال إفريقيا. بعضهم بيقول لا ما تسموناش بربر، ما يصحش الكلام ده، ما ينفعش، بربر دي تدل على همجية، فيها نوع همجية شوية. يعني احنا الأمازيغ مش هنختلف كتير، دول قبائل سكنوا بشمال إفريقيا ووالدته كانت منهم. لذلك بعض الأمازيغ لما أنا بقول لهم على كلمة البربر دي بيقولوا لو سمحت ما تقولناش إن إحنا بنسكن في الوطن أو المغرب العربي، لأن هم مسكنون في المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، ما تسمهاش المغرب العربي. عندهم بعض الحساسيات بينهم وبين العرب منذ القدم، منذ القدم. فبيقولوا عليه إيه؟ سمي الوطن الكبير أو الوطن الأكبر، ما تقوليش الوطن العربي. عربي ليه؟ وإحنا مش فيه أمازيغ وفي كذا وفي كذا وفي جنسيات أخرى كتير. فدي برضو حتى إيه لفتة حبيت أوضحها لحضراتكم خارج نطاق الحديث بتاع محي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي أول ما بدأ أصلا في قصة الروحانية كانت بداية القصيدة أحلام ورؤى ومنامات إلى ما شابه. مرة وهو نايم حلم إن في قوة الشر حواليه عمالة تحوم حواليه وبتحاول بقدر الإمكان إنه تدفعه للسقوط، ويوجد شخص هو اللي عمال يدفعهم ويدفع قوة الشر عنه. فسأل من أنت؟ من أنت أيها الشخص الذي تدافع عني؟ فقال أنا سورة ياسين. فلما استيقظ لقى والده اللي هو علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، وكان من أرباب الفقه وأئمة السلوك، وكان راجل على قدر كبير من العلم والتدين، وعرف ابن عربي من هذا الحلم أو من هذا المنام أنه سيسبح في حياة روحية إلى وفاته، من هذا الحلم أو من هذا المنام أو من تلك الرؤية. أبو قال له أنا هعلمك على إيد شيخ أو عالم اسمه أبي بكر ابن خلف، فتعلم فعلا التفسير والقراءات السبع والحديث والفقه على إيد الراجل ده، وتعلم القراءات السبع وإلى آخره، وأصبح رجل أو شاب أو صبي عنده علم كبير في هذا الموضوع أو في الفقه والعلوم الشرعية. ابن عربي ما كانش مقتصر على النظر العقلي، أو بمعنى آخر ما كانش محبذ للاستمرار عليه، ولا كان يرى أنه هو السعادة النهائية أو تمام المعرفة كما يقول محي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي يا جماعة قابل فيلسوف عقلاني كبير، ذكر الأستاذ أحمد منذ قليل في المقدمة ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد. نعم كانوا مع بعض في حياة واحدة أو في عصر واحد في دولة الموحدين، في دولة الموحدين في الأندلس. ابن رشد طلب رؤية محي الدين ابن عربي لما سمعه عن محي الدين ابن عربي في الخلوات اللي بيخشها والفتح اللي ربنا فتحه عليه من الخلوات إلى آخره، فطلب إن هو يقابله عشان اللي سمعوا عنه. فجاله، وكان هو حوالي عنده 17 سنة في بعض الروايات، وبعض الروايات الأخرى 20 سنة. ده سن مين؟ محي الدين ابن عربي. أما ابن رشد كان عنده 57 سنة تقريبا أو 60 سنة، فرق كبير طبعا بينهم يعني. فأول ما قابله ابن رشد قام دخل عليه ابن عربي، فقام ابن رشد من مكانه ترحيبا به وتعظيما له، ترحيبا به. شوف مكانة ابن عربي عند ابن رشد، شوف مكانة ابن عربي عند ابن رشد. وده أول لقاء، هما في الحقيقة ثلاث لقاءات، لقاءين في الحياة قبل ما بعض حياة، ولقاء في الموت لما مات ابن رشد.
على عكس ما تقوله لكم بعض الويكيبيديا أو بعض الحاجات الأبحاث اللي على الإنترنت أنه اللقاء الوحيد أو اللقاء الذي تم. لا مش لقاء واحد والله، يعني قبل ما نحط المعلومة نحطها يا جماعة بدقة بتحقيق فتبينوا فتثبتوا، يعني لازم نكون عندنا قدرة على التحليل الجيد وذكر المعلومات الصائبة ثلاث مرات. أول مرة اللي بحكي عليها دلوقتي دي، قام له تعظيما وإجلالا فقال له، بص له كده قال له نعم، فرد عليه ابن عربي قال له نعم، ففرح ابن رشد واطمأن قلبه إلى ما هو عليه من النظر العقلي. هنوضح الحاجات دي بعدين. ثم بعد ذلك رأى ابن عربي الفرحة على وجه ابن رشد فقال له ابن عربي لا، فتغير لون ابن رشد وانقبض وشك فيما عنده واصفر لونه، فأراد أن يطمئن أكثر ابن رشد فقال له عشان يطمئن قلبه هل النظر العقلي قد أعطاه لكم الكشف، أو هل الأمر هو ما أعطاه لكم في الكشف والفيض الإلهي؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ هل الكشف والفيض الإلهي هو ما أعطاه لنا النظر؟ فهنا جاوب ابن عربي بشكل قاطع فقال نعم ولا، وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها. البيتين دول أو القصة دي أو الجزء البسيط ده بيتكتب في مراجع وكتب كبيرة جدا الحتة السؤال اللي قلتها ديت. ليه؟ لأن يعني بتلخص الطرق اللي بيمشي عليها الناس في حياته منذ البدء البشرية وحتى الختام الحياة على وجه الأرض. هما طريقين، طريق النظر العقلي في الكون وأسبابه ومعرفة الله ومعرفة الموجودات، وطريق الكشف والفيض والإلهام والأنوار والفيوضات الربانية أو الأنوار القلبية فيما يعرف باسم الكشف. طريقين. فابن رشد كان عايز يطمن نعم، يعني هل فعلا طريق النظر العقلي بيؤدي إلى السعادة ومعرفة الله؟ فابن عربي قال له آه، ففرح ابن رشد اطمن على اللي عنده، لأن ابن رشد كان فيلسوف عقلاني من أرباب الفكر والنظر العقلي كما يصفه ابن عربي. يقول عن ابن رشد وكان ابن رشد من أرباب الفكر العرب، من أرباب الفكر والنظر العقلي، هذا قول ابن عربي. فقال له نعم. ثم بعد ذلك لما فرح ابن رشد لقى فرح قال له لا، يعني ما تعتمدش على العقل. طبعا ده تفسير لنقل كلام ابن عربي، ما تعتمدش على العقل كعقل واحد أو كعقل مجرد، لا ده العقل السفلي، لكن في عقل علوي اللي هو الاستشراف، تميت الشهوات في قلبك، تخلص نفسك من تلك العوارض الشهوانية، وتتلقى الفيوضات الربانية والإشراقات الإلهية. فابن رشد شك فيما عنده من هذا الفكر الذي كان عليه ابن رشد، وانتهى اللقاء. اللقاء الثاني رغب ابن رشد انه يقابل برضه ابن عربي، يعني الاول او اللقاء ابن رشد رغب ان هو يقابل ابن عربي لما سمعه عنه، اللقاء الثاني برضه رغب ابن رشد ان يقابل ابن عربي، وفعلا قابله، فعلا قابله. وبعد ما قابله وتاكد ان فعلا الخلوة فيها اظهار للفيوضات والى اخر هذه الامور، وان ممكن الشخص يدخل الخلوة الصوفية كما يقول ابن عربي من غير بحث ولا مطالعة ولا قراءة ولا درس لأي علم نظري أو علم دنيوي أو ما شابه، ويبقى عالم بهذه العلوم من خلال التلقي الإلهي كما يقول ابن عربي. فقال ابن رشد حينها في اللقاء الثاني ما هو نصه؟ هذه حالة أثبتناها ولم نجد لها أربابا. ابن رشد بيتكلم هذه حالة أثبتناها ولم نجد لها أربابا، فالحمد لله الذي جعلني في زمن أو في زمان أرى فيه واحدا من أربابها، أي من أرباب هذه الطريقة، الفاتحين مغاليق أبوابها، فالحمد لله الذي خصني برؤيته. من اللي بيتكلم؟ ابن رشد. طيب بعض الباحثين أخذ من الكلام ده أو من الجملة دي أن ابن رشد رجع عن طريقه، طريق النظر العقلي والبرهان، واعتمد الكشف، أو جمع بين النظر العقلي وبين الكشف. الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، حتى بعد الثناء الذي أثناه ابن رشد على ابن عربي لم يحدث. كتب ابن رشد فيها الاعتراض على هذه الطريقة، أو بمعنى آخر
أنها لا يصح أن تكون هي الطريقة العامة للناس أو المقصودة من قبل الله، وإلا لبطلت طريقة النظر، كما يقول ابن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيلة والبدع أو العقائد المدلة. هو يقول ذلك عن الصوفية. وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية، يعني ليست مركبة من مقدمات وأقيسة، إنما يزعمون أن الفكرة تلقى في النفس كنور يقذفه الله في القلب إذا تخلص القلب من العوارض الشهوانية. ده كلام ابن رشد عن تلك الطريقة التي يزعمها ابن عربي. ويستدلون بذلك على آثار كثيرة في القرآن الكريم، فيقولون إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. هنا ابن رشد بينقل الآيات التي يستشهد بها الصوفية على إثبات طريقتهم هذه في الفيض الإلهي. ثم يستمر ابن رشد في النقد ويقول: ونحن إن سلمنا بوجود هذه الطريقة فنحن نقول بأنها لا يصح أن تكون الطريقة أو للناس عامة، ما ينفعش تبقى للناس كلها، وإلا لبطلت طريقة النظر. والقرآن الكريم كله إنما دعاء أو دعوة إلى النظر العقلي والتفكر، أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون إلى آخره، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. كلها عقله كلها طبعا في جزء يتعلق بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ده مش عقل بقى، ده شغل قلبي. ولكن جل بالجيم جل الآيات أكثر من ثلاثة أرباع القرآن الكريم نظر عقلي. فابن رشد بيقول إن هذه الطريقة حتى وإن سلمنا وجودها فهي ليست عامة للناس بما هم ناس، بل الأصل وطريق النظر. ولو دي حصلت تحصل لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر مية، المهم لن تكون هي الطريقة الأصل، لن تكون هي الطريقة الأصل. لأن انظر إلى كلام ابن رشد في نقده لابن عربي، لأن إماتة الشهوات لا تؤدي إلى المعرفة بذاتها. إماتة الشهوات والعوارض الشهوانية وأمراض القلوب إلى ما شابه لوحدها كده لا تؤدي إلى المعرفة حسب نظرية المعرفة عند ابن رشد وعند غيره من فلاسفة العقل. وهذا بين عند من أنصف واعتبر الأمر بنفسه كما يقول ابن رشد. فده أكبر دليل يا جماعة أن ابن رشد لم يقتنع بكلام ابن عربي أو بنظرية ابن عربي اللي هي دارت بينهم الحديث، حتى وإن كان ابن رشد شقر وأثنى على ابن عربي. أما اللقاء الثالث، معنى كده أن اللقاءين اللي في الحياة لم ينتهوا باتفاق بين الفيلسوفين ابن عربي وابن رشد. أما اللقاء الثالث فكان ابن عربي هو بقى اللي عايز يقابل ابن رشد عشان يقنعه بما عنده، اللي هو ابن عربي لاحظ ان ابن رشد بدا يشك فيما عنده من النظر العقلي، لان لقى حاله موجوده قدامه بالشحمها ولحمها وجسمها. لما قال هذه حاله اثبتناها وما وجدنا لها اربابا، النص اللي قلته من شويه. فاراد ابن عربي ان يقابل ابن رشد، فيقول ابن عربي قبل اللقاء: لكن الله اظهره لي في حالة من حالات الكشف والفيض، أظهره لي وضرب بيني وبينه بحجاب رقيق، فكنت أبصره ولا يبصرني، فعلمت أن ابن رشد غير مراد لما نحن عليه الصوفية. على حد كلام ابن عربي، ضرب بينه وبين ابن رشد لما ربنا أظهر ابن رشد إلى ابن عربي في صورة من صور الفيض أو الإظهار التجلي كما يقول الصوفية، فضرب بينهما بحجاب رقيق. ابن عربي يشوفه وابن رشد مش شايفه، يبصره ولا يبصرني، فعلمت، ده التأويل بقى، علمت أن ابن رشد غير مراد لما نحن عليه الصوفية. خلاص راجل سلك مسلك أرسطو واتباع العقل ونظر العقلي في معرفة الله والكون إلى آخره،
وغير مراد لما نحن عليه من فلسفة الإشراق. وعلى فكرة مش بس ابن عربي الذي قال بفلسفة الإشراق، قبله أيضا من قال بها زي ابن سينا، وقبله الفراغ، وفي فلسفة اليونان كمان زي أفلوطين، زي أفلوطين. فالشاهد إن النظر العقلي اتجاه، والنظر القلبي أو المعرفة القلبية اتجاه آخر، وده اللي بيتجه إليها ابن عربي في منظومته الفكرية أو نظريته المعرفية. يعني ابن عربي ببساطة بيبدأ من الكل إلى الأسفل، أو من الكل إلى الجزء، من الأعلى إلى الأسفل، على عكس ابن رشد وفلسفة العقل من الأسفل إلى الأعلى، من البحث في الموجودات والأمور المحسوسة والأخذ بالأسباب، ثم الصعود رويدا رويدا إلى معرفة الله عز وجل. ابن عربي لا، ابن عربي من فوق لتحت، من الأعلى للأسفل، من الكل للجزء، وده يتفق معه في ابن سينا زي ما قلت لحضراتكم، والفارابي الفيلسوفين ابن سينا والفارابي. لذلك هو ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء الفلاسفة الذين اعتمدوا التصوف الفلسفي كانوا لا يقدرون، أو بمعنى آخر لا يعولون تعويلا كبيرا على ما قاله أرسطو من مقولة، أبعد ما يكون، كانوا أبعد ما يكونون عن أرسطو، لدرجة ابن سبعين الفيلسوف الكبير انتقد ابن رشد جامد جدا، وقال ابن رشد هذا معظم لأرسطو، إذا قام أرسطو قام ابن رشد، إذا قعد أرسطو قعد ابن رشد. يعني ابن سبعين بيحاول يسخر من هذه الجمودية التي كانت عند ابن رشد. أرسطو يقول حاجة يمين، أرسطو قال حاجة يمين ابن رشد معاه، أرسطو قال حاجة شمال ابن رشد معاه، وكأنه في وحدة وجود أو وحدة شهود مع أرسطو. الحق المبين، البرهان الذي لا يعتريه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أرسطو عند ابن رشد هذا، أو يعتقد ذلك في أرسطو. فدول الثلاث لقاءات. اللقاء الأخير طبعا لما ضرب بينهم الحجاب كما يقول ابن عربي، توفي ابن رشد سنة 595، هو مولود 520، فتوفي 595، وزار أو كان موجودا ابن عربي أثناء نقل جثمان ابن رشد، أبي الوليد ابن رشد، في التابوت من باب تخزت الموجود في مراكش الآن، إلى أن يدفن بمقبرة أو بروضة أسلافه من أبيه وجده في إسبانيا حتى الآن. فحضر الجنازة بتاعته وكان يقول هذا الإمام وهذه أعماله، لأنه اتحط على عفوا بغلة أو دابة لنقل جثمانه، فكان هو على اليمين والكتب بتاعته على الشمال، فتوازن مركوبه، توازن مركوبه. فكان يقول ابن عربي هذا الإمام وهذه أعماله، يا ليت شعري هل أتت آماله. باللقاء الثالث اللي هو ميت ابن رشد، وابن عربي طبعا حي بيشاهد الايه نقل التابوت، هذا الإمام وهذه أعماله، يا ليت شعري هل أتت آماله. يعني اللي انت كنت عايز تعمله ابن رشد عملته، اللي انت كنت بترنو إليه أو تصبو إليه فعلته. ده تفسير اللقاء الأخير بين ابن عربي. ابن عربي ثبت على ما هو عليه، وابن رشد طبعا ثبت على ما هو عليه حتى توفي. وإن كان، ركزوا معي جدا، وإن كان بعض الناس برضو مخطئين، يعني ما مش عشان ابن رشد رفض نظرية ابن عربي يبقى ابن رشد التصوف، أبدا، ابن رشد مع التصوف، ولكن التصوف القلبي ليس العقلي، التصوف القلبي، العقل محفوظ هو الأساس في التفكير، لكن قلبي أتصوفه عادي ما فيش مشكلة، أو يتصوف ما فيش مشكلة، من خلال إن هو يتخلص من العوارض الشهوانية أو أمراض القلوب، زي ما قلنا تزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما عندوش مشكلة في التصوف القلب ابن رشد نهائيا، لكن تصوف عقلي ممنوع، لأن ليه؟ إن هو هيفضي إلى أمور لا يقبلها العقل، وأمور غير متزنة أو غير متسقة، غير متزنة وغير متسقة. بعد كده ابن عربي كان من الناس اللي هي مسألة موضوعنا بقى اللي هو في المحاضرة النهاردة، كان ضد الفكرة بتاعة تسفيه المعتقدات الأخرى سواء كانت سماوية أو غير سماوية، وكان ينهي تماما عن تكفير الغير، وكان ينهي تماما عن يعني محاولة التسفيه من معتقدات غيره من الأديان الأخرى. وليه أبيات مشهورة جدا في هذا المجال بيقول فيها بالنص:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لهزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، فالحب ديني وإيماني. يعتبر هو المؤسس أو المنافح أو المدافع الأكبر أو الناشر الأكبر للفكر الإنساني ذي أو ذو الأبعاد الكونية، فلسفة إنسانية أو دين إنساني يقوم على الحب واحترام الآخر وتبجيله بل وتوقيره، وده اللي هنلاحظه فيما بعد لما نذكر بعض التحليلات. أيا كان هذا الدين، أيا كان الجنس، أيا كان اللون، أيا كان العرق، والأبيات خير شاهد على هذا الكلام. وقوله الآخر لما قال لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق، يعني مش بس الإنسان، حتى توقر من التوقير جميع الخلائق، لن تبلغ، لن بالنون، لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق. ويقول في موضع آخر لا تحتقر مخلوقا أو لا تحتقرن مخلوقا ما دام قد صنعه الله. أحوج ما نقول نحن في هذه العصور، هو ده راجل في القرن اللي هو القرن السادس والسابع الهجري، شوف أقواله سبقت الحداثة وما بعد الحداثة، أو إن شئت أن تقول الحداثة الآن تأخذ بها، فلم تخطئ في منظومة حقوق الإنسان وتعلية الإنسان نفسه أو الفكر الإنساني. سبق الحداثة الأقوال لا تحتقرن مخلوقا قد خلقه الله أو قد صنعه الله، بيقول لك اتعامل مع المخلوقات على طاقة الحب أو بطاقة الحب، حتى مش بطاقة النفعية، يعني حتى الحيوانات التي نتعامل معها عشان نطعم منها أو نستقي منها الطعام والشراب من الألبان واللحوم وما شابه، قال لك برضو لا، هذه طريقة منفعية استغلالية، لا أنا عايزك ترتقي على هذه الدرجة أو هذا التعامل، بل تتعامل معها على أنها روح مخلوقة توقرها، لأنك لما بتوقرها توقر ربها الذي خلقها، توقر ربها الذي خلقها. فالحقيقة فلسفة سامية جدا وعالية جدا في وراقية جدا في التصور وفي الفكر وفي التعامل مع الله أو الذات الإلهية وغيره من الموجودات وغيره من الموجودات. طبعا الكلام اللي قلته من شوية لقد كنت قبل اليوم وأنكر صاحبي إلى آخره، طبعا هذا الكلام إلى غيره من الكلام الآخر كفر بسببه ابن عربي، ابن عربي كفر تكفيرا يعني صريحا، وانقسم حوله المفكرون أو العلماء أو الأدباء في عصره وما بعد عصره حتى الآن إلى ثلاث أقسام، قسم يؤيده ويراه من أولياء الصالحين أولياء الله الصالحين، ويراه بحر الذخائر وسلطان المكاشفين وبحر الحقائق وسلطان العارفين والشيخ الأكبر نسبة إلى طريقته الأكبرية، طريقته الأكبرية سميت بذلك نسبة إليه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محي الدين ابن عربي. والشق الثاني سكت عنه، قال أنا أوكل أمره إلى الله لا أحكم فيه لا بإيمان ولا بكفر، دول برضو قسم موجود وحتى الآن موجودين. القسم الثالث كفره، ده حتى في كتاب لبرهان الدين البقاعي أو البقاعي يسمى تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. لم يكتفي فقط برهان الدين البقاعي بتكفير ابن عربي، بل حتى صادر على رؤية القارئ اللي احنا أي حد كتاب موجود تنبيه الغبي، يعني أفهم من كده إن أنا لما أقرأ هذا الكتاب يعني أنت بذلك تتهموني بالغباء، يعني مصادرة، مصادرة. لذلك السيوطي رد عليه فقال تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي، ما دام بتشتمنا وتتهمنا بالغباء وأنت مش فاهم أصلا ابن عربي قال إيه، لأن ابن عربي لغته إشارية مش واضحة، مش زي ابن حزم، مش زي ابن رشد. الغزالي فيه كتابات ليها واضحة وصريحة وكتابات أخرى فيها رمزية،
لكن وابن تيمية أوضح وأوضح، لكن ابن عربي الرمزية هي غالبية كتاباته والإشارات التي عنده، فعشان كده الناس اختلفوا حول تلك الكتابات، حول تلك الكتابات. لذلك ابن عربي أحس بأنه سيقفر في حياتي وما بعد حياتي، فقال الآتي: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. نحن قوم يحرم، ده مين اللي بيقول؟ ابن عربي. نحن قوم يعني الصوفية يحرم النظر في كتبنا، وذلك لأننا اصطلحنا، نحن الصوفية يعني كما يقول، اصطلحنا على مصطلحات، وأردنا بتلك المصطلحات والألفاظ معاني غير المعاني التي تتبادر إلى ذهن أهل الظاهر، غير المعاني التي تتبادر إلى ذهن أهل الظاهر، يعني الذين ينظرون إلى ظواهر الكلام ليس إلى أعماقه وبواطنه أو باطنيته. فمن حملها على ظاهرها كفرنا، وده اللي حصل، وده اللي حصل. ما هو مش ممكن برضو أسمع ابن عربي بيقول أن عذاب أهل النار من العذوبة، ويسكت الناس اللي هي يعني ممكن تبقى عندها حفاظ على الدين أو على شريعته لما يسمع كلام زي ده. لا، عذوبة إيه؟ يعني إيه؟ يعني أهل النار بيتلذذوا؟ ابن عربي يقول ذلك، ابن عربي يقول العذاب من أهل النار هو من العذوبة، والرياح التي ضربت قوم هود أو عاد أو ما شابه هي من الراحة، الرياح التي تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى، الآية القرآنية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إلى آخره، دي من الراحة، أي أراحهم الله. فأقاويل كثيرة ما زال الباحثون حتى الآن ينقسمون حولها، حتى قضية الحلول والاتحاد المشهورة جدا واللي اتهم بها ابن عربي، مع ان ابن عربي في بداية كتابه الفتوحات المكية اللي ألفه في مكة بيقول: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. طيب ده كلام جميل جدا بصراحة، أجي أقرأ الكتب ألاقي معاني عكس اللي بيقوله. فعشان كده بعض الباحثين المتخصصين في فلسفة ابن عربي بيقول لك لو وجدت كده رد الخاص إلى العام، رد الخاص إلى العام. والبعض الآخر بيقول لا لا لا، ده كتبه دست عليه، يعني في أقاويل دست لم يكتبها هو أو لم يقولها هو، اليهود دسوا عليه، المسيحيون دسوا عليه، فلان دس عليه إلى آخر، الأعداء دسوا عليه، الحساد دسوا عليه، وتفر أي ما يكون، ده قول برضو البعض الباحثين. والقول الثالث لا، ده رجل متناقض، مش هحمل انا خاص على عام، واضح اهو كلام، واضح اهو. فالناس ارتابت في امره كثيرا جدا بسبب تلك الاشارية او الرمزية. طبعا ليه كتب كثيرة جدا حضرتكم اكيد تعرفوا منها بعض الكتب، زي الفتوحات المكية اشهر كتبه، فصوص الحكم، وكذلك الرسالة الوجودية، وتفسير ابن عربي لتفسير القرآن الكريم، وكذلك ترجمان الأشواق اللي ألفه في حبيبته وزوجته اللي تزوجها اسمها نظام، اللي هي بنت الشيخ أبي شجاع ابن رستم الأصفهاني أو الأصفهاني، تزوجها وكان يرى فيها الجمال المظهري والكمال الروحي، فساعدته أكتر هذه المرأة أو تلك الفتاة لما تزوجها بنت الشيخ الفارسي على إتمام مهمته في تعالية وسمو الروح. ابن عربي يا جماعة أكثر الناس الآن بيعملوا ماجستير حوالين كتبه، الغرب بيعتقد بكلامه وبأقواله. ابن عربي كان يعني لا يقبل أنك فقط تحترم أو تتعايش مع المعتقد الآخر، كان يرى أن هذا التعايش منفعي، لكن في صورة أكبر من كده ألا وهي صورة التوقير. لذلك أستاذ النظرية السياسية الألماني فورست، عالم من علماء النظريات السياسية أو السياسة، بيقول مستويات التعامل مع مختلفي العقائد أو التسامح 4 مستويات. المستوى الأول مستوى يسميه الإذن، يعني
الأغلبية بتأذن للأقلية إن هم يمارسوا حقوقهم الدينية وشعائرهم إلى آخره، وشاف إن ده غير كافي، لأن في نوع من أنواع المن والتفضل. إحنا في مصر أقلية طبعا مسيحية وزيادة أو كثرة مسلمة، فالتعامل على هذا المنطق اللي هو نموذج الإذن في نوع من أنواع المن والتفضل، اللي يعني المسلمين بيتفضلوا على المسيحيين، مرسوا حياتكم أو مرسوا شعائركم. فرفض هذا النموذج، نموذج الإذن. النموذج الثاني اللي هو علابة نموذج التعايش، أن يتعايش أصحاب المعتقدات بينهم وبين بعضهم البعض، وبرضه لم يقبل به لأن لقاه فيه نفعية. نتعايش مع بعض عشان التجارة وعشان الصناعة وعشان الاقتصاد وعشان السياسة، برضه مش روحي، لا، في نفعية، بعض النفعية، نتعايش مع بعض عشان المصلحة زي ما بنقول باللغة العامية المصرية يعني. فبرضه رفض هذا التصور أو هذا النموذج، ثم علا بعد ذلك إلى النموذج الثالث وهو نموذج الاحترام، وقال هذا النموذج طيب إلى حد ما أو جيد إلى حد ما، لكن لا يفي بالغرض، حتى وصل إلى المستوى الرابع وهو مستوى التوقير الذي قاله ابن عربي: لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق. هنا سؤال دار بيني أنا شخصيا وبين كثير من التيارات الإسلامية اللي موجودة في مصر، سلفية أو غيرها. طيب ما هو كده بيميع الدين أو بيميع الأديان، مش البيت بتقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي؟ يعني كان في الأول بينكر الاعتقادات المخالفة للإسلام، صح كده؟ حسب البيت، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، يعني قريب، وقد صار اليوم أو وقد صار قلبي قابلا كل صورة. طب وده تميع للدين، وعلى فكرة ده كلام محمد عمار، دكتور محمد عمار بيقول كده، نظرية ابن عربي نظرية تمييعية للأديان، مش الإسلام بس، للأديان، للأديان سواء سماوية أو غير سماوية. ده كلام الدكتور محمد عمارة، وليه ناس بتتابعه كتير من البحاث في هذه المسألة. عايز يقول إن هو ألغى الفواصل والفوارق والخطوط الحمراء بين الأديان. معروف إن كل دين بيخالف الدين الآخر، شيء يعني بديهي، فأنت إزاي تعمل كده؟ هل هذا الكلام الذي توصل إليه محمد عمارة وهو يعني له أتباع إلى أو ينتمي إلى التيار الإسلامي، هل هذا الكلام صحيح عن ابن عربي؟ هل كان فعلا تخطى الخطوط الحمراء وألغى الفواصل والفوارق، أم كان ينادي بالتعايش والاحترام والتوقير فيما بين الأديان بدون تمييع؟ في الحقيقة أنا أميل كرجل باحث في هذه المسائل، أنا أميل للقول المخالف لقول محمد عمار، غير قول الدكتور محمد عمار الحقيقة يعني. لأن ابن عربي رجل له كتابات فقهية وله تفسيرات في القرآن وله، فالرجل فقط بينادي بأننا كلنا كبشر مشتركون في النفخة الإلهية. شوف أبعاده، شوف أبعاد ابن عربي. احنا كلنا يا جماعة، اسمحوا لي اتكلم يعني بالعامية اكتر، احنا يا جماعة كلنا من نفخة الهية، مشتركين من نفخة الهية، البوذي، الزرادشتي، المسلم، المسيحي، اليهودي، الهندوسي، السيخي، اللي بيعبدوا رحم المرأة، في حتى الان عبادة لرحم المرأة وتوجد في سوريا والبرازيل والارجنتين وبعض البلاد، يرون الههم في هذا الجزء التناسلي، عقيدتهم كده، واخد بال حضرتك؟ فاحنا كلنا بشر ومن نفخة الهية، فإحياء الإنسان هو أصل إحياء الدين. نريد أن نحيي الإنسان بما هو إنسان. فابن عربي ما أزلش الفوارق يا دكتور محمد عمارة بين الأديان ولا ميعها زي ما بتقول حضرتك، ولكن خلى الهدف الأكبر لي هو الخطوط أو المساحات الخضراء، مش الخطوط الحمراء في الفوارق، لا، المساحات الخضراء التي يشترك فيها معتنق الأديان ومعتنق المذاهب والفلسفات الأخرى. تعالوا نجتمع على القيم الإنسانية، على القيم الأخلاقية، على المشتركات. لا شك أن الأديان بينها مشتركات، عشان كده يقال أن محي الدين ابن عربي هو من أوائل من قال بوحدة الأديان، الأديان، وحدة الأديان، وحدة الوجود دي نخليها في مرحلة أخرى. وحدة الأديان يعني الأديان في أصلها تعبد إلها واحدا، حتى إخوتنا المسيحيين
والثالوث المقدس عندهم. لما تسأل مسيحي هم ثلاثة يقول لك هم ثلاثة أوكي، ولكن في النهاية هو واحد. المسيحيون يقولون ذلك وآخرون من الأديان الأخرى، ففي النهاية كما يقول ابن عربي أن الله واحد بالإجماع، أن الله واحد بالإجماع، ومقام الواحد يتعالى أن يحل في شيء أو أن يحل هو في شيء أو أن يتحد في شيء. تعالوا نجتمع على هذا الأمر. طبعا دي صورة مغايرة تماما لما تفعله التيارات الإسلامية والأصولية المتطرفة حاليا تماما، يجعلون الفوارق والخطوط الحمراء هي أصل التعامل وليس المشتركات، وده مش صح. بل يجب عند ابن عربي أن تكون المشتركات بين الأديان ومعتنق الأديان والفلسفات هي الأصل في التعامل بينهم، حتى يحيى الإنسان، حتى يحيى الإنسان. فطبعا أنا أرى أن الكلام دوت من صح عن ابن عربي في تمييع الأديان أو فواصل إلغاء فواصل الأديان. ولكن معروف أن الأبيات اللي قلتها لحضراتكم تتكلم عن العقائد، مش احنا قلنا من شوية ودير لرهبان مسيحيين وبيت لأوثان عباد الأصنام والأحجار والأشجار وقريش إلى ما شابه، وألواح توراة اليهود ومصحف قرآن المسلمين وكعبة طائف أيضا من يطوفون حول الكعبة. طيب أول كلمة قالها إيه؟ فمر على الغزلاني. حتى هذه اللحظة الذي أنا فيها مع حضرتكم لم يتضح المعنى النهائي لما قصده ابن عربي. الباقي معروف، الأديان والسياق نفسه بيتحدث فيه عن الأديان، فلابد يكون برضو مر على الغزلان، دي برضو دين. طب إزاي يقصد إيه بالغزلان هنا؟ الغزلان معروف اللي هو جمع غزالة أو الغزال، جمعها غزلان، يعني يقصد الحيوانات. طب السياق لا يدل على هذا، السياق بيتكلم على عقائد وأديان، إيه اللي جاب الحيوانات؟ طيب هل هو بيرمز إلى النساء؟ وارد كما يقول علماء البلاغة، ده حتى في المغرب تسمى المرأة الجميلة في المغرب أو عند المغاربة غزالة، لما يلاقوا بنت حلوة يقولوا غزالة تبارك الله، أنا أقلد لكم لغتهم، غزالة تبارك الله. وارد وارد بقوة، وارد ووارد بقوة. طيب لو افترضنا أنه هو يقصد النساء، طيب برضو ما حللناش المشكلة، إيه اللي يقصده من النساء؟ يعني الله مع الفتيات، يعني الله مع الفتيات، ولا يقصد إيه؟ ولا يقصد ديانة الأرحام، أن يعني الناس اللي بتعبد رحم المرأة، فلذلك قال فمر على الغزلاني. حقيقة أقاويل كثيرة يعني في الحتة دي بالذات، لكن الباقي طبعا معروف وواضح. فابن عربي والحداثة بتنتهي إلى مفهوم توقير الخلائق وليس فقط احترام الشخص المخالف لك في الدين. ونحن حتى الآن للأسف الشديد في المجتمعات العربية والإسلامية خاصة في مصر لم نصل حتى إلى التعايش اللي هو رقم 2، يعني لم نصل للاحترام ولا للتوقير. احنا حتى الآن في نموذج الإذن، أن الأكثرية تعطي للأقلية السماح بممارسة. والدليل على كلامي عشان ما أكونش بفتري الكذب على أحد، ما نراه الآن على الشاشات الفضائية، يجي واحد زي الدكتور سالم عبد الجليل من علماء وزارة الأوقاف، عقيدة المسيحيين عقيدة فاسدة، وتقوم الليل عليه. هي من فترة الكلام ده أوكي، بس متكرر يعني، هو قديم شوية ولكن متكرر، وعبد الله رشدي كذلك. فأنا متعجب جدا بصراحة، يعني إيه لازمة إنك تطلع على فضائية مصرية أو غير مصرية وتكفر المسيحيين؟ يعني إيه هو الفائدة؟ ما الفائدة؟ نفسي حد يجيبني على السؤال ده من الحاضرين، من حضراتكم أو ممن أنا سألتهم نفس السؤال ولم يجيبوني بشيء. ما الإفادة؟ ما الاستفادة التي ستعود علي كمسلم أو غير مسلم، كمشاهد، وعلى الحاضرين وعلى المستمعين من هذا السؤال؟ هل الجنة حقرة على المسلمين؟ هل المسلمين بس اللي هيخشوا الجنة؟ هل
المسيحي كافر ولا مش كافر. والعجيب من ده كله أكتر من ده كله إن الإعلاميين نفسهم بيسألوا الضيف بتاعهم هذا السؤال. يعني المشكلة مش بس من الشيخ اللي بيجي سواء عبد الله رشدي ولا سالم عبد الجليل، لا ده حتى تلاقي مثلا أحمد موسى يقوم سائل عبد الله رشدي هل المسيحيين كفار؟ طب بتسألوا لي هذا السؤال؟ يعني المشكلة حتى فيها جزء من الإعلاميين كمان. وائل الإبراشي لما قابل محمد حسان من كام سنة في قناة دريم هل المسيحيين كفار يا شيخ محمد؟ فبصراحة أنا طبعاً أن تعلمون جيداً أن أنا ضد السلفية المعاصرة قولاً واحداً، ولكن محمد حسان في هذه اللقطة كان أنصح من وائل الإبراش، قال له السؤال ده بتسأله ليه؟ محمد حسان السلفي أحرج وائل الإبراش، بتسأله ليه؟ ما الإفادة؟ ما كل دين معروف أنه يخالف الدين الآخر، ليه نرجو من التكفير وبعدين تيجي تجادل عبد الله رشدي أو ترد عليه أو ترد على سلمى عبد الجليل أن هذا خطأ ونحن شركاء في الوطن إلى آخر الكلام الجميل ده؟ يقول لك إنما أنا أشرح عقيدة القرآن، إنما أنا أشرح عقيدة القرآن دي عقيدتي. فحاجة عجيبة جدا يعني ليه من 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 أصل؟ طب ما تقول كلمة ألطف، قول مثلا عقيدة المخالف لي أو عقيدة شريكي في الوطن المخالف لي، أرق وألطف، لأن كلمة الكفر كلمة شديدة على النفس فيها أذى نفسي. لما تقول لحد حتى لو قلت له زي ما عبد الله رشدي بيعمل انا كافر بما عندك وانت كافر بما عندي، لا يا شيخ كده انت حللت الموضوع كده، انت بيفلسفها. لما حد بيقول له الكفر ومش الكفر والكلام ده يقول له انتوا مش فاهمين يا جماعه الكفر انا كافر بما عنده وهو كافر بما عندي، موضوع بسيط. لا مش بسيط، احنا بنتكلم في اللفظ نفسه، في مدلول اللفظ. اللفظ نفسه ناشف جامد ثقيل، في اذى نفسي، في اذى نفسي على المستمع من الطرفين، عشان ما حدش يقول انت معدد من الطرفين، من المسلم للمسيحي ومن المسيحي للمسلم. فابن عربي بنتكلم عليه النهارده لو تم استدعائه بتلك الابيات الجميله اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه ما كانش حصل تلك الحاجات المغزيه ديت. ولا ولما تيجي بقى ترد عليهم او تيجي تغلط وما يصحش والكلام ده لا عقيدتي انت كده بتصادر على عقيدتي. مين قال لك اصلا ان الكلام في العقائد على الملأ العام صح؟ مين قال لك تاني ان الكلام في العقائد بالتكفير على الملأ العام او في المجال العام او في الفضاء العام او على الفضائيات صح عقليا من الجهه العقليه او حتى من الجهه الشرعيه ومش معاك شركاء في الوطن؟ ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ فيقول لك لا انا اقول عقيدتي، لا الكلام ده مش صح. قناعاتك الشخصيه وعقيدتك الدينيه تلزمك انت في عقلك الباطن في داخلك انت، اما في تعايشنا في المجتمعات اللي هي بتجمع اكثر من مله واكثر من دين فالمواطنه هو الدستور، المواطنه واحترام الاخر بل وتوقير الاخر بناء على مذهب ابن عربي. ففين ده؟ وفي الاخر في برنامج راي عام المذيع يقول لي سالم عبد الجليل دكتور سالم يعني انت سبت كل الايات، والمذيع مسلم يعني سبت كل الايات ومسكت في يوم يقول له معلش خلاص عديها. فناس غريبه جدا يعني يلقون بالقنابل الذريه ثم بعد ذلك يتهاونون في عديها. هذا النص بتاعه يعني انا مراجع كويس جدا الحلقات اللي قالوها. انت يا عبد الله يا رشدي ما بتسمعش دي كلام شيخك اللي انت بتشيد بيه والازهر قادم والامام الاكبر وشيخنا وشيخ الاسلام الامام الاكبر احمد الطيب، ما بتسمعش كلامه ليه لما قال يمنع التكلم في العقائد بالتكفير على الملأ؟ ما بتسمعش كلامه ليه؟ ليه ما بتسمعش كلامه؟ ليه ما بتاخدش بيه؟ وبعدين الازهر قادم ازاي؟ هيبقى قادم بتكفير المخالفين على الملأ؟ يعني شيء عجيب جدا. ده بقى اللي انتج لنا ايه بقى؟ ده اللي انتج لنا واحد زي ابو اسلام يجيب الكتاب المقدس عند المسيحيين ويهينه بيديه او بقدميه فيسجن، واوجد لنا على الطرف الاخر بعض القساوسه اظن مثل زكريا بطرس او ما شابه برضه. ما هو ده وده للطرفين،
ده ما ينفعش. دول لو تعلموا مذهب ابن عربي ما بقولكمش خدوا بالعذوبه وان قوم عاد، ما بقولكش كده، بس على الاقل خد بالحاجات. بلاش ابن عربي ما دام انت مش عايز تاخده ابن عربي، مش انت بتحب النبي محمد عليه السلام وبتقول هو قدوتنا الى اخره؟ طيب مش في حديث في البخاري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان الرسول محمد او النبي محمد مرت عليه جنازه يهودي فقام لها، فقال له الصحابه اجلس يا رسول الله انها جنازه يهودي. يعني شوف حتى الصحابه كانوا فاكرين ان هو لما قام كده عشان جلسه اليهود ما يصحش يقوم، دي واحد يهودي درجه ثانيه درجه ثالثه. محمد النبي قال لهم اليست نفسا، اليست نفسا، والحديث صحيح في البخاري، اليست نفسا، اهو تقدير للنفس. هل يصح لشخص بيعتقد بهذا الحديث او 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 يعني يعتنق المفهوم المتبادر من هذا الحديث ان هو يطلع بعد ما يسمع كلام محمد النبي عليه السلام اليست نفسا فيطلع يكفر؟ يعني انتوا عايزين تقنعوني ان في الحياه نكفرهم ونيجي في الموت نمشي في جنازتهم ونقول اليست نفسا؟ لا، اليست نفسا حيا وميتا. لو هتتعامل بهذا بتلك النظريه اليست نفسا، يبقى تعامل بها في الحياه والموت، حياه المخالف ليك وموت المخالف ليك. مش تيجي ساعة الجنازة جارك المسيحي أو جارك اليهودي تمشي في جنازته وكان راجل طيب وكان راجل مش عارف إيه و و و وأليست نفسا زي ما قال النبي محمد عليه السلام، لكن طيلة حياتك عملت كفارة على التلفزيون لا يستقيم المعنيين. ما ينفعش، ما ينفعش. كل عقيدة تخالف العقيدة الأخرى. حتى في بنت كانت كتبت منشور قبل كده أو بوست وهي الحقيقة حداثية، بنت حداثية، لكن أنا لا أظن أن هي تفقه معنى الحداث. بتقول إيه يعني لما نكفر الآخر؟ ما طول عمرنا إحنا كفار عند بعض. ما ينفعش. وأنا استغربت جدا أن البنت دي تنتمي إلى التيار الحداثي. ما ينفعش الكلام، ما ينفعش يبقى على ملأ كده ولا يكون بهذه الشيء اللي فيه إيذاء نفسي للآخر، لأن الكلمة نفسها شديدة. وده اللي قاله الدكتور خالد منتصر في مداخلته على قناة دريم مع إحدى المذيعات، وكان موجود الدكتور عبد الله رشدي. وللأسف البنت المذيعة أو الست المذيعة اقترعت بكلام عبد الله رشدي وراحت قايلة للدكتور خالد منتصر يا دكتور خالد ما هو كلامه منطقي هو، أنا كافر بما عنده هو كافر، الليلة بتاعت عبد الله رشدي أنا كافر بما عنده هو كافر. يا جماعة إحنا بنتكلم على المدلول اللفظي نفسه، نفسه مش عشان خاطر انا كافر ما بعنده هو كافر ما عندي، لا، المدلول نفسه عدم اطلاق اللفظ اصلا ما يجيش على لسانك، ما يجيش على لسانك اصلا في تعاملك مع المخالف لك في الاعتقاد. امال هتوقره ازاي؟ امال اليست نفسا ازاي؟ من انهي جهه؟ فاشياء مخله جدا، ومأسوف ان هي تظهر من ناس تدعي ان هي بتوعي الناس وخارجه من عباءه الازهر او من السلفيه وما شابه. فطبعا شيء لا يليق نهائيا ان يقولوا مثل هذا الكلام من الطرفين. ابن عربي طبعا زي ما قلت لحضراتكم بينفي كل هذه الامور. وعلى فكره لو تكلمنا عن الحداثه وعن احتياجاتنا كمجتمع الان، احنا في احوج ما يكون الى ما يقوله ابن عربي عما يقوله ابن رشد. احنا في حاجة ما يقوله ابن عربي عما يقوله ابن رشد. ابن عربي بيسمح بقبول الاخر، ده ابن عربي نفسه قبل ما قاله ابن رشد من ان النظر العقلي قبله. ابن عربي مش بيرفض النظر العقلي، بيقبل النظر العقلي، ولكن بيقول هناك معرفة اتم من المعرفة العقلية، في حاجة اعلى اللي هي فلسفة الاشارة. لكن ابن رشد ما قبلش ابن عربي، قال لا هو النظر العقلي فقط. فابن عربي عنده مساحة واسعة ورحابة صدر في قبول الآخر من الناحية الدينية والعقائدية بل والفكرية والفلسفية. ده اللي احنا بننادي بيه. يعني أتمنى يكون ده دستور في بلدنا مصر، إن هي يغلف بهذه الأبيات لابن عربي، إن احنا نتكلم في المشتركات التي بيننا ولا نتكلم في الخطوط الحمراء أو الفواصل اللي بيننا وبين المخالفين لنا. فابن عربي هو أقرب للحداثة، للروح الحداثة من ابن رشد. ابن رشد بيكفر الزنادقة في كتاب التهافت. التهافت يقول ولذلك يجب قتل الزنادقة. ده بيت
يعني لا يراه كثيرون من الليبراليين والعلمانيين والحداثيين لعدم اطلاعهم على كل أقوال ابن رشد. هم بس عشان واخدين من الحته بتاعت الحركه الرشديه وان هو اثر في اوروبا. نعم له فضل في ذلك كبير نعم، ولكن من ناحيه اخرى اصولي، من ناحيه اخرى اصولي لا يقبل الزنادقه في ولا جون لوك فيلسوف الانجليزي المشهور في رسائله الثلاث في التسامح بيقول ان التسامح خاص بالمذاهب المسيحيه. هاتوا كتابه بتاع التسامح لجون لوك، يقول ان التسامح في رسائله الثلاث في التسامح خاص بالمذاهب المسيحيه، اما غيرهم فلا، لا تسامح مع غيرهم. واما الملحدون كما يقول جون لوك فهم لا يؤمن لهم. كيف اؤمن او اامن لمن لا يؤمن بالله؟ ده كلام جون لوك الفيلسوف الانجليزي. فايهم اسبق وايهم اولى باختياره في الحديث ابن عربي ام جون لوك الذي يقتصر التسامح على المذاهب المسيحيه؟ طب اليهود، طب المسلمين يا جون لوك، طب الملحدين، واحد عايز يلحد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. انا مش هعمل حاجه لحد، انا لا اؤمن باي اله مثلا، يعني انا ربوبي، انا لا ديني، لا ادري، ملحد، لكن انا في حالي خلاص انت حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا ابن عربي يعلو فوق الجميع، وده اساس المحاضره، ان احنا عايزين نستلهم من هذا الرجل الروحاني، نختلف معاه او نتفق مش مشكله في نظريات الفايد، ما فيش مشكله. انا شخصيا انا لا اخذ بقول ابن عربي الذي يقول بانك تذهب الى الصحراء او تذهب الى الجبال او تختلي بنفسك او تجلس في خلوه يعني تخلص نفسك وشهواتك من تلك الامراض وتستقبل الحاجات اللي هي ربنا بيبعتها لك وتتعلم بدون بحث. ولا هذا الكلام لا يستقيم في جامعه اوكسفورد ويعني حتى جامعه القاهره ولا اي جامعه ولا اي بيئه علميه تقبل هذا الكلام، ولا ألبرت أينشتاين ولا غيره تقول له أنا أروح الخلوة وأنتظر أن أتعلم الفيزياء. يا ابني لابد من بحث، يا ابني لابد من مطالعة، من قراءة، كذا كذا كذا. ابن عربي يقول هذا لا يلزم، ممكن أن أنا أتعلم في الكشف. ويستشهد بالآية القرآنية في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من الخضر وعلمناه من لدن علما، اللي هو يسمونه بالعلم اللدني. طيب انت نسيت يا ابن عربي ان الخضر او الخضر نبي، وما فعلته عن امر لما اتر الغلام وكذا وكذا هذا نبي عباد الصالحين. نعم نعم احسنت. لذلك الجمهور الفقهاء والمفكرين والعلماء ان الخضر مش ولي، والا للازم ان يكون الولي اعلى من النبي، ان موسى كان بيتعلم منه، موسى كان بيتعلم من هذا العبد الصالح، فالعبد الصالح دوت نبي، فنبي مع نبي ماشي راس براس راس براس، لكن النهارده يقول له هذا ولي عشان يعني يثبت نظريته في الكشوفات وكده. وبعدين بيستشهد من النبي محمد عليه السلام كان بيروح الغار، غار حراء للكشوفات وكده. غلط، النبي محمد كان بيروح يتحنث يعني يتعبد، بيسيب بعد شغله مع خديجة أو تجارته أو راعي الغنم، بيروح الجبل أعلى الجبل ويتحنث يتعبد الله، مش يستظهر تعليم الفيزياء والكيمياء والفروضات أبدا نهائيا، يبتعد عن الضوضاء زي ما أي حد فينا كده يبتعد عن ضوضاء المدينة إلى مكان آخر بعيد عن الضوضاء وعن الأخلاقيات السيئة أو الرذائل أو إلى يعني. حتى استشهاده بالنبي محمد لا يصح، حتى استشهاد النبي محمد في خلواته لا يصح. فالخلوة أنا نظرية المعرفة بتاعت ابن عربي عندي فيها مشكلة، أنا عندي فيها مشكلة، لأن أنت كده بتعطل النظر العقلي في الكون والنظر العقلي في معرفة الله والعلوم نفسها، بتعطلها وبتعطل أنشطة الحياة، مناحي الحياة أنت كده بتعطلها. عشان كده ابن رشد لما رد عليه في الكشف على المناهج الأدلة قال وإن سلمنا وجودها، لو سلمنا هذه الطريقة وجودها فهي ليست عامة للناس بما هم ناس، فإن الأصل هو النظر، الأصل هو النظر. أتمنى أكون عرشت يعني على الموضوع بتاع ابن عربي من الناحية
الحقوقية وتأسيسه للفكر الإنساني. ده أساس المحاضرة، أساس المحاضرة مش نتكلم في صوفياته وروحانية، ده موضوع آخر، ده بقى نبقى نخليه في صالونات أخرى لمن شاء يعني. لكن الأصل إن إحنا بننادي بالفكر الذي قال به ابن عربي منذ قرون، والذي سبق الحداثة وما بعد الحداثة، بل سبق حتى فلاسفة تنويريين كبار جدا زي جون لوك. يعني ابن عربي لا يقتصر التسامح بل يرفعه إلى التوقير، بل يرفعه إلى التوقير. هنا تعدى كتير جدا من فلاسفة الغرب والتنوير. أتمنى أكون أفدت حضراتكم، وإن شاء الله تكون محاضرة يعني تؤسس لمفاهيم جيدة لحضراتكم إن شاء الله. وبشكر سيادتكم على الحضور، شكرا لكم. شكرا لكم. نشكر الباحث في الفلسفة الإسلامية أحمد كويدي على الطرح اللي قدمه. والحقيقة أنا عندي سؤالين. السؤال الأولاني، هل نشأت ابن عربي نفسه خاصة أن هو كان من أسرة غنية كان ليها تأثير في أفكاره، ولا ما كانش فيه أسباب واضحة نقدر أن احنا نرجعها أنها أثرت على أفكاره؟ يعني خاصة أنه نصر حامد أبو زيد في كتابه هكذا تكلم ابن عربي ما رجحش أسباب معينة لمسألة أنه مسألة متعلقة بالنشأة وأفكار ابن عربي بعد كده. ده سؤال. سؤال تاني، هل نقدر نعتمد على التيار الصوفي الحالي في نشر قيم التعددية أو فكرة التعددية الثقافية، خاصة وانه الصوفيين زي ما حضرتك تعرف ان هم يعني بيتعاملوا اكتر مع مصدر النصوص الدينية اكتر ما هم بيتعاملوا مع النصوص الدينية نفسها، باعتبار ان هم بيشوفوها ان هي مصدر الخلافات المذهبية اعتقد يعني. فهل يمكن الاعتماد عليهم بشكل ما او باخر، خاصة هم طيار عدده مش قليل، يعني هو طيار حجمه بالملايين في مصر، هل يمكن الاعتماد عليه في نشر صورة افضل ولا المسألة زي دي التساؤلات بتاعتك؟ شكرا طبعا للأستاذ الفاضل أحمد حسن، سؤالين مهمين جدا. أبدأ بالترتيب، السؤال الأول على أسباب النشأة الروحية لي أو الدخول في هذا المجال، لما فهمت سؤالك جيدا يعني نسيت أن أخبركم يا جماعة أن ابن عربي في صباه أو في بداية تعلمه كان يلجأ إلى مدرسة في الأندلس أو معهد علمي سري. هذا المعهد السري أو تلك المدرسة الأندلسية السرية كانت تعلم التأويلات التي هي كانت لفيثاغورس وأفلوطين وهيراكليتس وما شبه من فلاسفة اليونان القدماء القائلين بالإشارة والموغلين في الرمزية. فكان له تأثير كبير جدا جدا عليه في هذا في هذه النقطة، إن هو بدأ في حياته وهو صغير يذهب إلى تلك المدرسة السرية لتلقي علوم الهند وعلوم اليونان القديمة، خاصة فيما يتعلق بالمثالية الأفلاطونية أو الأفلوطينية، أفلاطون. ففي شق روحاني بسبب تعلمه في هذه المدرسة. الشق الثاني، وده الشق المباشر، الشق الغير مباشر، ان ابن عربي كان في عصره حروب صليبية وتناحر للمذاهب العقائدية مع بعضها البعض وتكفير وعدم وجود تعايش او احترام للاخر، فده اثر على ان ينتج هذا يعني عوامل الضيق وعوامل التكفير وعوامل الضغط واللا إنسانية أظهرت مذهبه للوجود. ده برضو تفسير، ولكن تفسير غير مباشر. أما التفسير المباشر اللي أنا قلت لحضرتك عليه من شوية اللي هو بتاع تعلمه في مدرسة سرية كان يذهب إليها في الأندلس تعلم التعليم والتأويلات لفيثاغورس وما شابه من علماء الروح أو الموغلين في الغنوصية والعرفانية والإشارية والرمزية. أتمنى أكون أجبت حضرتك على السؤال. في سؤال تاني كان متعلق به، هل احنا نقدر نعتمد على التيار الصوفي بشكل اكبر في مسألة نشر التعددية الثقافية؟ بصوا يا جماعة، التيار الصوفي تيار في تعامله مع الآخر، تيار في ناحية من نواحي السلام، المحبة، المودة. يعني لا نجد مثلا من الصوفية الحاليين المعاصرين أو حتى القدماء التكفيرات للمخالف عقيدة أو للمخالف فلسفة، ما وجدنا هذا، وكان في سلام ومحبة وإلى آخر. ولكن لو بتتكلم حضرتك عن التيار الصوفي في علاقته مع المعتقدات الأخرى، أنا أرحب به استراتيجيا ونفسيا وفيسيولوجيا وكل شيء، أرحب به في علاقته في المعتقد مع المعتقد مع المخالف. لكن التيار الصوفي أن يكون مؤسسا لحضارة شاملة ونهضة بما
تحمله الكلمة من معاني؟ لا. ليه؟ لأن تاريخ الصوفية لم يؤثر في تاريخ البشرية بالتأثيرات الحسية المادية بقدر ما أثر بالتأثيرات الحدسية. في فرق بين الحدس والحس، المادة والحدس لو الشيء القلبي. كويسين، عملوا سلام، مودة، تطهير نفسي للخلائق، وموجود في الهندوسية وموجود في البوذية وفي الصين وفي الفكر الشرقي القديم. دي في مادة بندرسها اسمها فكر شرقي قديم. فمن هذه الناحية معتقدات مخالفة، زي ما شفنا ابن عربي صوفي، ابن عربي دائما صوفي، وأكبر علماء الصوفية على مستوى الفكر الإنساني والعربي والإسلامي. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. كانش في مشترك بيني وبينك الأول، كنت منكرك. ليه؟ عشان ما كنتش باصص للمشترك اللي بيني وبينك. وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت رقائبه، فالحب ديني وإيماني. من هذه نحن عايزين كده، ياريت البلد كلها تبقى بهذه على هذا الدستور. لكن أن يترك للمتصوفة أو أن نتخذ نحن المتصوفة شعارا أو دليلا أو نبراسا لإنشاء حضارة أو لتقدم المجتمعات العربية والإسلامية حتى تنهض بالغرب، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. شق من الحضارة الصوفية، شق حتى في الحضارة الإسلامية، هي شق من الحضارة، لكن ليست هي كل الشق. ابن سينا نفسه الذي قال بفلسفة الإشراق ووافقه عليه ابن عربي، ابن سينا يقول المحققون، محقق كتبه يقولون حتى الفلسفة الإشراقية التي انتهى إليها ابن سينا لم نكن نرى أثر ذلك عليه طيلة حياته. معناه إن طيلة حياته بيأخذ بالعقل والنظر العقل. يعني حتى ابن سينا لما الفلسفة الإشراقية هي الأصوب وهي الصحيحة، ما شفناش ده في سيرته الذاتية، على طول عقل عقل، قانون في الطب، مش عارف كتاب إيه في الإحياء، في الكيمياء، الفلك، كذا كذا كذا. فشق حضاري نعم، لا تفين الشق الآخر، الشق التقني، الشق العلمي، الشق المادي، الشق الحسي، النهضة، التكنولوجيا، العلم، حتى في العلوم الإنسانية، مش فقط العلوم التقنية أو العلمية، فين الشق الإنساني أو العلوم النفسية؟ حتى العلوم النفسية احنا مش ما عندناش نهضة فيها، حتى في العلوم الإنسانية مش بس يعني ما عندناش نهضة في العلوم، في علم النفس أو في علوم الاجتماع، ما فيش نهضة عربية حقيقية في هذا الأمر. فلا، كعقيدة وكتعامل طبعا ياريت، عشان نشيل النماذج اللي موجودة، عبد الله رشدي ونظرية رامبو الإسلام قلتها قبل كده للأستاذ أحمد، وتيجي تقول لا ما يصحش، فيبقى يضع نفسه في إطار المظلومية. أنتم بتصدروا على قرآننا، بتصدروا على ديننا، ما فيش يا عم مصادرة ولا حاجة. احنا بقول لك ما تطلعش تكفر، ما تطلعش تكفر حد على الفضائيات، اسمع كلام الشيخ الأزهر اللي انت للنهار الأزهر قادم، اسمع كلامه، وقال لا يمكن التكلم ولا. عشان كده كثير من الباحثين نظروا إلى ما فعله أحمد ديدات مع القساوسة أنه أمر غير نافع ولم ينفع، بل أدى إلى عكس مراد المناظرة. المناظرة كانت الأصل فيها إيه؟ المسيحي، القس سيجر، مش عارف إيه، مع أحمد ديدات المسلم، والقاعدين بقى جانب مسلمين مع مسيحيين، اسأل يا عم الإنجيل بتاعكم بيقول كذا، طب القرآن بتاعكم بيقول كذا، طيب الهدف إيه من ظهار الحق؟ طب جميل، ظهر الحق، وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ بقي كل شخص على دينه، واللي تعصب تعصب، واللي قبل قبل، واللي رفض رفض. لذلك أنا أحترم كثير من الباحثين الذين يقولون إن ما فعله أحمد ديدات وتلميذه الآن ذكر النايك أمور لا تنفع، أمور لا تنفع، بل تزيد من حدة الخلافات. لا، احنا مش عايزين بقى الحاجات اللي كانت بتحصل بين أحمد ديدات والقساوسة أو بين تلميذه والقساوسة، احنا عايزين اللي كان بيقوله ابن عربي، عايزين فجوة الفوارق تقل. هي مش هتتلغي، مفيش دين هيلغي دين، ومفيش فوارق هتتلغي، ولكن الخطوط الحمراء دي خلاص بقى عايزين بقى الخطوط الخضراء مش الحمراء، المساحات المشتركة، القيم التي تجمعنا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يعني أنا نفسي لما لو كنت قابلت أحمد ديدات أو أستاذ أحمد أو القساوسة اللي بينظروه، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الآية دي مش نزلت فيه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، صح ولا يا جماعة؟ في الآخر إن الله يفصل
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، صح كده؟ طيب ما دام الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، حضراتكم بتعملوا ايه؟ حتى بعض المتفلسفة اللي ردوا عليا قالوا لي بس بالراحة، بس اهدى شوية، اهدى اهدى حضرتك، دي مناظرة محترمة، عايزين نخلوها فيها ليبرالية شوية، دي مناظرة محترمة، والراجل احمد ديدات محترم، والقص اللي قدامه محترم، وبيتكلموا مع بعض بهدوء، وفي نقاش علمي، ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ ده سؤال انت ما بتردش عليه، ما الفائده؟ ما الفائده؟ ثم توجهنا بعد ذلك الى تسفيه عقائد، نتج عن ذلك تسفيه عقائد الاخر، تسفيه عقيده الاخر، رميه بالازدراء او تحتقر، زي ما حصل دكتور سلمى عبد الجليل يا استاذ احمد، عقيده فاسده تيجي تتكلم معاه، انا بدافع عن ديني، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب دي ايه سوره الفاتحه والمسلمين بيصلوا بها في الجوامع، في الجامع، في الجامع، مش في الشوارع رايح جاي، السلام عليكم كيف حالك يا الضالين، كيف حالك يا مغضوب. مفيش كده، حدش بيعمل كده، حدش بيعمل كده يعني. واحنا جبنا الحديث من شويه، اليست نفسا، احترم النفس المخالفة لك، نفس الإنسان المخالفة لك في الاعتقاد، حية وميتة، حية وميتة. وليكن في هذا الحديث الذي أنا أضمه إلى بقية أقوال ابن عربي دستور للتعامل مع المختلفين لنا في الاعتقاد. أتمنى أكون جاوبت على السؤال اللي هو قالها ابن عربي. يعني حسب علم الأديان الحديث ده بيقول إنه بداية أول دين في الخليقة كان الاعتقاد في المرأة على إنها هي الموجد للإنسان وللخليقة، فربما الإشارة دي بتكون على إنه هو بيؤمن بجميع الأديان من بداية الخليقة إلى الآن يعني، أو بيوقرها ويحترمها. الفكرة الثانية إنه مسألة وحدة الأديان وعدم الخلاف بينها مسألة قديمة في الحضارات القديمة، سبقت ابن عربي ب 3500 سنة وأكثر يعني، بدليل إن احنا ما لقيناش بين هذه الأديان أي خلافات وصلت للحروب أو للقتل. بدأ القتل بين الأديان من مسألة الفصل، أو من بداية الديانات الإبراهيمية بدأ التقاتل بين الأديان، إنما الحروب قبل كده كانت على أساس سياسي وعلى أساس وطني وعلى أي أساس تاني خلافي اقتصادي، إنما ما كانش فيه حتى في مصر القديمة برضو، ولا الحضارة الأمازيغية اللي بينتمي ليها ابن عربي ما كانش فيه المسألة دي، لو توافقني يا أستاذ أحمد على هذا الكلام. مسألة الخلوة والتجلي كان يراها المتصوفة على إنها درجة من درجات الوحي، وبيستشهدوا بأنه مثلا فلما تجلى ربك إلى الجبل جعله دكا، يبقى ربنا بيتجلى على الأشياء. والكلام ده برضو كان موجود من قديم الأزل يعني، مسألة التجلي دي يا أستاذ. نيجي هنا لمسألة توقير جنازة اليهودي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقر الجنازة بتاعت الرجل اليهودي الميت وقفله، طيب في جزئية تانية في الإسلام قتل اليهودي، طب ازاي نوفق بين دي وبين دي؟ دي سياسة ودي دين. لو احنا نقدر نفرق بين ما هو سياسي، حروب واقتتال وخلاف وبناء دولة وامبراطورية تحتاج الى الحروب والى كده، وننقى بالدين عن هذا الجانب الدنيوي اللي فيه تقاتل وفيه صراع وفيه، هل توافقني برضه يا استاذ احمد على هذا الطرح اللي هو افضل من حته ان احنا لا المفروض ما نقولش كفار في العلن، خلينا نقولها مثلا في السر كفار ولاد كلب وكده، بس في علشان ما نعملش مشاكل في المجتمع، انما يقيننا الاساسي ان هم ايه كفار، بس مش عايزين نعمل مشاكل يعني. لا، ما هو الجانب ده خدته السياسة هي اللي سحبت الدين للمنطقة دي عشان تستخدمه، فاستخدمت الدين أسوأ استخدام وبعدت الناس عن الدين. الطريقة بتاعت ابن عربي دي هي المواطنة زي ما قاله الأستاذ أحمد وكده، لو يتم استخدامها مثلا هتحل مشاكل كتير، وهتخلي كل ما هو ينتمي لدين هتخليه في انتمائه،
ويحترم ويوقر كل الأديان. الأديان القديمة يا جماعة كانت بتوقر كل شيء على أساس أن الله يعني موجود في الأشياء. ودي فلسفة كان بيقول بيها ابن عربي وهي فلسفة قديمة يعني. طيب مسألة الأزهر يا أستاذ أحمد وعبد الله رشدي وشيخ الأزهر. طيب ليه شيخ الأزهر مثلا والأزهر كمؤسسة ما يطلعش يعتمد هذا المنهج علشان يقفل على عبد الله رشدي وعلى غيره من المكفرتية واللي بعملين يفصلوا ويقطعوا في المجتمع ما بين ده مسلم وده مسيحي وده مش عارف ايه وده ايه؟ ما هو في توقير للبشرية او اصدار قانون في مجلس الشعب يحرم ويجرم التكفير. وهو راجل بينتمي للصوفية واهله كلهم بينتموا للصوفية خلواتي فعلا يعني وبلده نفسها اللي فيها معبد الاقصر ما بين معبد الاقصر وسيد ابو الحجاج جنب بعض، امون هنا وسيد ابو الحجاج هنا والصوفية والدين القديم وحاجة في مزج كده وفيه روحانيات قديمة وجميلة. يعني لو ابن عربي موجود يقول لك اعمل صور عليهم الاثنين، ده الاثنين يعني مع ربنا. وان اختلفت الاسماء ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان. بشكرك على المحاضره ديت. هما سؤالين. السؤال الاولاني هو لما انت ذكرت الابيات بتاعت ابن عربي في عدد يعني المعتقدات الاخرى ذكر كل أصحاب المعتقدات، إنما ما أشارش لغير المعتقد أو غير المؤمن أصلا، ما عرفش موقفه منه إيه. تمام؟ تقصد لا أدري أو الشيء الثاني أو السؤال الثاني، أنا أصلا دلوقتي إيه اللي يخليه أنا ببحث عن المواطنة وعايزين بلدنا يبقى فيها مواطنة وتعايش وغيره، طب ايه اللي اصلا يوديني لابن عربي؟ ما انا النهارده عندي ميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان، حاجات بقى توصلت لاحدث ما وصلت اليه البشريه اصلا يعني. اهلا صحفي. انا اولا بس عايز اشوف اكلم حضرتك في الموضوع بتاع مرعن الغزلان. انا شايف ان هو نوع من احترام لكل المخلوقات، يعني الحيوانات، احترام للحيوانات. ثانيا عايز اتكلم في حديثك عن اللي هو الشاب اللي على الفيسبوك اسمه عبد الله رشدي. ايوه ده بيطلع بيكفر، انت ضد ده، لكن في نفس الوقت انا احب ابن عربي جدا، ولكن في نفس الوقت اللي بيطلع يكفر خطا، واللي بيطلع يخلي او في باب في ابن عربي يخلي الانسان مؤمن غلط. فابن عربي عنده اشكاليه جباره، هو عنده كل الناس مؤمنون كله هيخش الجنة، اللي بيعبد الحجر ده بيعبد ربنا، بس هو بيعبد الإله المتمثل في الحجر. ليه قلت له ليه يا عم؟ يقول لك اصل يعني وقد ربك لا تعبد الا اياه وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. فاللي بيعبد بوزة ده بيعبد ربنا. لا بس هو فرعون قال على فرعون، لا قال ده مؤمن. الناس هو الوحيد اللي قال على فرعون مؤمن. فانا ضد ان هو يقول على شخص، على حد يقول شخص كافر، او حد تاني من ابن عربي مثلا يرى ان الانسان لا ده كله مؤمن وكله هيخش الجنه. وفكره دي النقطه الاولى. فانا شايف ان دي بتدخلنا في حته تانية، فكره الجبر، ان حتى ما فيش ثواب وعقاب، وحد بيعمل شر وحد بيعمل خير وحد لا ده كله اللي بيعمل خير وبيعمل شر وبيعمل كله هيخش الجنه. الاختلاف يبقى الاختلاف في المراتب، بس المرتبه ده يبقى فوق وده كذا، فالاختلاف. فدي انا شايفها عبثيه شويه يعني من ابن عربي. يعني انت او احب وفكره المثاليه جدا وعايز اقترب من الفكره المثاليه جدا، بس هي يعني فيها مغالاه شديده جدا، يعني حتى لا تعقل، يعني مش عقلانيه. لما انا اجي انسان ملحد يقول لك انا مش مؤمن في ربنا، لا، ما انت رفضك بيه ايمان بيه، فانت بتؤمن بيه عشان من الرفض فايمان. اللي هي النقطه الثانيه فكره وحده الوجود. ازاي انا يعني هو يتكلم على فكره ان المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، وإن ربنا بيتمثل في الشخص والشخص هو الله. فعندما أتحدث عن هذه النقطة أنا بحس منه إن هو يعني هي شطحة، أو بس فكرة تأليه المخلوق، تأليه يعني وصل لدرجة إن هو يأله
دي فيها تصغير للخالق. يعني حتى انت راجل مؤمن وماتش, انا مثلا انا مؤمن بكل اديان وعايز يعمل توحيد وتعدد ثقافيه و, لكن عندما تتحدث عن الاله او بشر او البشر اله, وزي الصوره الجدليه اللي كانت ما بينهم, تحدث عنها ناصر حمد وزيد في هكذا تكلم ابن عربي, حدث حتى عن كان في فصل عنده اسمه جدلية الإيمان والكفر عند ابن عربي. فكنت حدث أنا ما قرأت في الفصل كان بيتحدث أن الإله مخلوق في نفس الوقت مخلوق, فتحدث عن وحدة الوجود, تحدث عن المنتهى الوجود, الوجود كله ما فيش وجود إلهي تأليه الشخص, ما في الكون إلا الله, ما في الكون في كل حتى الأشخاص حتى البشر هو إله صورة عن الله. النقطة الثالثة فكرة الإشارة, جدلية الإشارة والعبارة, أني أنا أتحدث بفكرة أني أقول أن القرآن الصوفي من وجهة نظر ابن عربي الكلام مش هيقدر يوفي, مش هيقدر يوصل المعنى, اللغة مش هتقدر توصل المعنى اللي أنا أقصده. فهل ده نوع مش نوع أيضا من عدم يعني من اسميها ايه اني قصور, اني انا يعني حضرتك كنت تتكلم في المحاضره اللي فاتت على ابن حزم, فابن حزم كان بيقول بالظاهر, انا اخذ بالظاهر مش انزل للتاويل والباطن. في نفس الوقت ابن عربي بيتكلم عن فكره ان لا ده في خبايا وعندي و و و بس انا مش هقدر اوصلها لكم. فده برضو نوع من انواع الـ 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 الاشكاليات عند ابن عربي, مش عارفين ابن عربي غير في الجانب التصوفي, لكن مش عارفين خلفيه عن ثقافته. لكن اللي كان نفسي اسمعه هو وجهه نظره في فلسفه الجنه والنار وطريقه الحساب بين الاديان, لان هي الاديان كلها بتنتقي العقيده بتاعتها او اهل كل عقيده بيقول لك احنا الوحيدين اللي هنخش الجنه, وشرط انك تسلم بالعقيده بتاعتنا انك تخش الجنه, ودونا عن هذا فهو هلاكه في النار. ابن عربي بالمنظور اللي حضرتك طرحته قال كله الى الجنه والنامه في مستويات اخرى قد تكون المستوى الادنى هو ما يمثل الجحيم. فياريتك توضح لي النقطه دي واشكرك. عندي سؤالين. يعني انا مش قاري في ابن عربي وكل حاجه, فشاكر ليك على, وبعيدا عن الجدل اللي هو بيعمله طول الوقت تاريخيا او حتى اللحظه الحاضره, فشاكر ليك على الملخص الحلو اللي بي. انا عايز اشتبك بس مع حد مهتم بالجانب دوت وبيطرح موضوع بيحاول يربطه بالواقع, ده شيء انا بعتز بيه جدا, انه التراث ما يفضلش, لا احنا نحاول نجيب منه عشان نحرك الواقع اللي احنا بتقوله. ده السؤال بتاعي بينطلق من هنا, فكرة استدعاء التسامح او الرقي او الانسانية العالية جدا اللي عند ابن عربي في واقع زي دوت, يعني آلية تطبيقها ازاي؟ يعني انا بحاول وانت عمال تتكلم في المحاضرة بحاول اتخيل, طب احنا مثلا احنا كبشر محتاجين ده, طب هنطبقه ازاي؟ هيدخل لنا ازاي؟ هنحوله لثقافة ازاي؟ هنحوله لسلوك ازاي؟ هنحوله ايه الاليات؟ يعني هل مين اللي هيعمل كده؟ مثلا مجموعة من المثقفين, مجموعة من النخبة, يعني ده هيتوسع ازاي؟ وده بياخدني في فكرة الالية, ده بياخدني للسؤال التاني او لل مش سؤال يعني قد ما هو استغراب على, هو احنا مثلا الناس المهتمة بالشأن العام واللي مهتمة بمحاولة تسييد فكرة السلام او المحبة او فكرة ان المجتمع يبطل الاسئلة اللي ملهاش معنى زي التكفير وما التكفير والكلام الفاضي ده, بجد يعني ليه الناس اللي اصحاب فكر واصحاب او محاولة في البحث الوصول لإجابة, ليه هم نفسهم بيقعوا في الفخ اللي انا مش فاهمه في انه بيشتبك مع حد بيجروا للمنطقه دي؟ طيب هل احنا قاعدين نتكلم ونرد على بعض مثلا من اول ما اتفتح الباب للطيارات ديت من بدايه السبعينات مثلا او الكلام ده, واحنا بنتكلم في 50 سنة على الاقل, يعني هل احنا لسه الوعي بتاعنا مثلا ما اكتملش, او لسه هم بيجرونا لمنطقتهم طول الوقت, فبالتالي احنا مش فاضيين نحول الاشتباك بتاعنا ده لمنطقة تجيب تخلق قوانين وتخلق يعني من الآخر كده المحاولات بتاعة المثقفين أو الباحثين بدل ما هي بتتم في مجادلات عقيمة مع الناس زي كده, تمام, ليه ما بتتمش
او ليه المثقف ما هوش قادر او الباحث ما هوش قادر يوجه سؤاله للمكان الصح او توجهه للمكان الصح بحيث انه يعمل تأثير في محاولة تغيير مثلا شكل الدولة، شكل الدفع في اتجاه الدولة المدنية، تحويل بقى القوانين حقيقية تتحول لآليات تطبق فتصون حقوق الناس دي، ويبقى واحد زي ده اصلا ما نقعدش نقول له ما تقولش وما تقولش والمذيع قال لا، هيبقى هو واحد زي ده اصلا في قانون ما ونخلص. يعني الدولة ما بتعملش ده، والمثقف نفسه او الباحث او المهتم او الشخص ذو علم في الاتجاه ده ما بيعملش ده، هو كمان او عدم قدرته على العمل دوت بيخليه يشتبك مع الشخص ده، وكأنه في حالة من الخوف او عدم القدرة على المواجهة او ما، فانا بشتبك مع ده وخلاص، وبالتالي عمالين نلف في دايرة مغلقة ما بتأديش لنتيجة. طيب ده بيربط من وجهة نظري بالنقطة الاولانية، انه انا لو عندي الالية ديت ان انا بتحول او بدفع في اتجاه دولة مدنية ذو قوانين قانونية قوية وحقيقية، ممكن استدعي بقى نماذج زي ابن عربي، ممكن كل دولة تستدعي من تاريخها ومن تراثها ومن دينها ومن ثقافتها اللي يخصها، وبالتالي يعني تحوله الشكل الإنساني ده من التسامح ومن الرقي يتحول لشكل قوانين حقيقية يعني. تمام. غير كده يعني انا بجد بشوف ان هو محاضرة زي بتاعت النهاردة هي محاولة استدعاء عظيمة جدا لشيء صعب تطبيقه جدا في الواقع يعني. مع الشكر. وانا ليه سؤالين بخصوص ابن عربي يعني ورؤيته في ان الاديان كلها حاجة واحدة وكده. طيب ايه تفسيره بقى لظاهرة النبوة والرسالات؟ يعني ليه في نبي بيجي وبيقول للناس انتوا غلط وانتوا ماشيين غلط وكده وعقيدتكم فاسدة وان العقيدة الصحيحة هي كذا وكذا وكذا، فايه بقى تفسيره لظاهرة النبوة؟ عشان ده الحقيقة متصل بالسؤال الثاني. يعني المنهج او الاستراتيجية اللي حضرتك طرحها، ودي مطروحة بشكل واسع من مفكرين كتار، يعني ان احنا في تراثنا حاجات مضيئة فممكن ناخدها ونشكل منها منظومة تتوافق مع قيم الحداثة. لكن السؤال هل يعني ما عنديش مانع، يعني المحاولات دي تحترم جدا وفي إطار طبعا الحفاظ على التماسك الاجتماعي واللحاق بالعصر وقيمه، لكن السؤال هل مدى جدوى هذه الاستراتيجية في عدم تأسيس أو أنها نبعة من تأسيس فكري حقيقي وقايمة على الانتقائية من هنا ومن هناك والكلام ده وبتاع، فهل هذا يستطيع أن يصمو بدون تأسيس فكري متكامل فلسفي حقيقي عشان ينقل المجتمع فعلا؟ محمد إسماعيل الزميل والصديق العزيز، أستاذ محمد، أنا أرفض التكفير على الملأ العام وعلى الملأ الخاص. في التلفزيون أرفضه، وانت قاعد على القهوة مع 2-3 أرفضه، مع مراتك المسيحية. أنت تعلم جيدا أن الإسلام يجيز أن المسلم أن يتزوج بمسيحية أو يهودية من أهل الكتاب ويسموه بأهل الكتاب. أرفضه حتى على سرير واحد، على فراش واحد، بين 4 حوائط أو حيطان، أن يكفرها وأن يقول لها دينك كذا ويزدري دينها أو يحتقر دينها إلى آخره. فأنا لما تكلمت يا أستاذ محمد على الملأ العام ومنعي للتكفير بإصدار قوانين أو على الأقل بتوعية تعليمية في وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي في الجامعات وكذا، كان المقصد أنني أتكلم على هو ملاحظ الآن الحاجات اللي بتحصل في البيوت أو على المقاهي مش زي الحاجات اللي بنشوفها على التلفاز أو على الفضائيات. يعني لما حد بيستدعي التكفير بيروح على طول لسالم عبد الجليل أو لفرج فودة. فرج فودة كفر عشان المناظرة اللي تمت بينه وبين مأمون الهضيبي اللي هو ابن أو ابن عم حسن الهضيبي ومحمد الغزالي، شيك محمد الغزالي والدكتور محمد عمار، وكان عارف يوسف القرضاوي كان موجود أو لا الله أعلم. المهم بيتم استدعاء هؤلاء ليه؟ عشان دي كانت على ملأ. دي النقطة اللي بتكلم فيها. فأنا لما منعت الأولى، منعت الأخطر، منعت الأخطر، لكن أنا أضم صوتي لصوتك في أيضا إلغاء هذا اللفظ من حياتنا، لا أقول من المعتقدات. الإنجيل كما هو، العهد القديم كما هو، العهد الجديد كما هو، القرآن الكريم كما هو، لن تلغى منه آيات، لكن أتكلم عن معاشنا وحياتنا. ما ضرورة استدعاء تلك الكلمة؟
ما الضرورة؟ ماذا سيعود علينا كمجتمع في مسلمين ومسيحيين وقلائل جدا من اليهود 100-150 أو ملحدين أو كذا أو كذا؟ ما العائد؟ ما الاستفادة؟ هذه مشكلتنا؟ فشيء عجيب جدا. فأنا متفق مع حضرتك على النقطتين، ملأ عام مرفوض وملأ خاص مرفوض أو خاص مرفوض، دي رقم واحد. رقم اثنين، المفاضلة بين أليست نفسا وقتل اليهودي. أنا في أدبياتي، في عفوا في بحثي في الأمور التي حارب بها اليهود النبي محمد، سواء في غزوة بني المصطلق أو غزوة بني خيبر أو خيبر أو بني قريظة إلى آخر، ثلاث مستويات تقريبا من اليهود اللي احنا درسناه بيقول أنهم من بدأوا بالعداوة ونقض العهود. هذا الذي أنا درسته، هذا الذي أنا درسته، يعني بمعنى أن محمدا النبي لم يبدأ باضطهاد يهود، أو بل بالعكس عمل الدفاع المشترك أو وثيقة، بالتالي هيكون الموضوع من طرف اليهود في نقضهم للعهود وبدايتهم بالحرب على النبي محمد، حتى انتهى المطاف بهم إلى أن أخرجهم من المدينة أو حاربهم بمعنى أو آخر. دي النقطة الثانية. وحتى ولو النقطة دي موجودة، حتى لو النقطة دي موجودة، فدي نقطة يعني موجودة في عهد النبي محمد. الآن في قانون عام بينظم حياتنا ومسيحيين مع المسلمين، أو في دول أخرى مسلمين مع مسيحيين مع يهود، فالكل تحت الإطار القانوني. هذا الذي أريد أن أقوله لك، الكل تحت الإطار القانوني. فأليست نفسا ما زالت، أليست نفسا ما زالت هي التي ينبغي أن تسيطر على أفهام المؤدلجين وأفهام التيارات الإسلامية؟ وأليست نفسا هنا بالنسبة لي مش أليست نفسا في الجنازة، ودي وضحتها في المحاضرة لو حضرتك كنت معنا، إنما أليست نفسا هذه في الميت والحي، في الحي والميت. عقاب المسيحي هو نفس، عقاب اليهودي هو نفس، عقاب الملحد هو نفس إنسانية ينبغي التعامل معه في إطار الخطوط الخضراء، المساحة الخضراء وليست الخطوط الحمراء، وصل وليس فصل. هذا الذي يريد به ابن عربي، وصل وليس فصل، وصل وليس فصل. ده بالنسبة لأسئلة حضرتك. الشق المتبقي من كلامك يعد ليس سؤالا بقدر ما يعد يعني توضيحا، لأن الحروب لم تبدأ قبل الديانات الإبراهيمية، بل بدأت مع التزاوج الفكري أو التقابل أو التناطح الفكري بين الديانات الإبراهيمية، وده أنا أتفق معك فيه، بس مش في الإطار الإسلامي بس، حتى في الإطار الغربي أيضا. ما حدث بين البروتستانت في القرن 14 و15 الميلادي، بين البروتستانت من ناحية أو من جانب، وبين الكاثوليك من جانب آخر. لكن الإسلاميون عندهم مشكلة يا أستاذ محمد، إن هم لما بنقول لهم النقاط السوداء في تاريخنا العربي الإسلامي يقول لك الله، طب ما هو البروتستانت عمل كذا والكاثوليك عملوا كذا وقتلوا بعض بالآلاف أو بعشرات الآلاف، ما تذكر برضو النقاط السوداء اللي في التاريخ الغربي. معاه أنا موافق، ولكن الخطأ لا يبرر الخطأ. أنت لا تذكر هذا القول من أجل أن هو طب هم كمان عندهم، إحنا عندنا، طب أنتوا كمان عندكم. لا مش كده، إحنا عايزين نتعدى تلك المسائل وهذا الفكر الظلامي وتلك الإيديولوجيات العفنة، العفنة حقيقة. يعني إيه دين يحارب دين؟ ليه كاثوليكي يحارب بروتستانتو؟ ليه مسلم يحارب سني يحارب شيعي والتكفير؟ ليه الغرب تعدى كل ذلك؟ وعلى فكرة الغرب لما تعدى كل ذلك، سواء اطلع على كلام ابن عربي أو لم يطلع، هو في النتيجة فعل ما قاله ابن عربي كنتيجة. أنا ما عنديش مشكلة، عشان في سؤال جالي من شوية عن المصدر اللي ناخد من ابن عربي، طب منظمة حقوق الإنسان، طب منظمة الأمم المتحدة، أنا ما عنديش مشكلة، المصدر فين؟ أنا أهم حاجة عندي قضية الوعي، قضية التنوير المجتمع، السلم المجتمع بين معتنق الأديان المختلفة، خدتها من ابن عربي تعظيم سلام، خدتها من منظمة حقوق الإنسان لا تختلف عن ما قاله ابن عربي أصلا، لكن تأخذها من جون لوك الذي احتكر بالكاف، احتكر أو حكر أو اقتصر التسامح على لا دي نظرة ظلمية من جون لوك. ليه التسامح يكون على المسيحيين فقط؟ ليه ما يكونش في المذاهب المسيحية والمذاهب الأخرى؟ دي نظرة أعلى من ابن عربي، وابن عربي قبل ابن رشد، عفوا ابن عربي قبل جون لوك الفيلسوف الإنجليزي الشهير، فيلسوف حتى سمي بفيلسوف التسامح،
هو سمي بذلك في رسائله التي فعلها الثلاث. ده أتمنى أكون أجبت حضرتك. وأنا ما زلت أقول بدستور أليست نفسا، نريد هذا الدستور أليست نفسا، دي ما بيقولهاش في الكتب الجمعية، ما بسمعهاش دي في الكتب الجمعية، ما بسمعهاش ليه في أدبيات الإسلاميين، في كتابات الإسلاميين، سلفيين، طيار إسلام سياسي إلى آخره، ما بسمعهاش ليه أليست نفسا دي. لا بص شوف الـ يعني مش عايز أقول لفظ يحسب علي، يعني شوف السوق، خليني أكون لطيف، شوف السوق منهم يقول لك هذا الحديث قد نسخ، هذا الحديث اللي هو أليست نفسا نسخ. طب ليه؟ وده كلام الشيخ مصطفى العدوي على اليوتيوب، اكتب هذا الحديث ما صحة حديث كذا، هل نسخ أم لا؟ يقول لك جمهور العلماء على نسخ هذا الحديث. ماشي اوكي، ليه نسخ؟ يقول لك لأن في أواخر حياة النبي محمد لم يقم للجنازة، يعني هو في اليهود بس اللي مات، ما في يهود ماتوا كتير وفي كذا ماتوا، ما امشي للجنازة بتاعت اليهود اللي بعد كده اللي مات بعد كده، ما امشي ليهم، فهذا يدل على انه قد نسخ. ابن حزم بقى استدعيه بقى دلوقتي، استدعي ابن حزم بتاع الحلقه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت، رد كالسيف، قال مثله مثل التراويح، صلى النبي محمد بالتراويح مره ثم بعد ذلك تركها حتى لا توجب على امته، مش اتنسخت التراويح. فكذلك في جنازه اليهودي الاخير اللي هو ما امنوش النبي محمد، حتى يدلل النبي محمد على ان الامر ليس فرضيا، عايز تقوم وتقف وتوقر هذا الاولى، ما عملتش ليس عليك اثم. شوف الفرق بين الفاهمين، واحد يقول لك نسخ ونسخ ومش عايزينه، لا احنا عايزين لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، هي الاحاديث اللي فيها عدائيه او كما فهمهم روح العداء بين المسلم والمسيحي، لا او اليهودي، لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام وخذوهم الى اضيق ويعمم هذا الامر ويترك مثلا شيئا زي أليست نفسا يقول لك نسخ. ففي ترصد من بعض من الاسلاميين في التعامل مع الاحاديث النبويه، ما على هوايا اخذ به وما ليس على ما يقوي الايديولوجيه التي عندي العدائيه اللي عندهم اخذ به، وما لا يقويه ويكون ضده ارفضه، اقول نسخ، اقول انتهى، اقول ما خلاص ده ملوش تاثير عشان ما امشي في اخر حياته لجنازه يهودي اخر. يا عم ده بيقول لك مش واجب، يعني لان ده مشرع، محمد النبي مشرع مثله مثل عيسى ومثله مثل مشرعين، فحركتهم يعني بتتحسب، حركتهم وافعالهم بتتحسب. قام مره تعظيم سلام، ما قامش، مش معنى كده ان ده ما قامش يبقى نلغي اللي فات. ده كان رد ابن حزم على عليهم، ولا يثبت النسخ الا بيقين، كما ثبت الفعل بيقين فلا يثبت النسخ الا بيقين. أنا أحيي ابن حزم في هذه والحديث على ما هو عليه، وإحنا محتاجينه، محتاجين الأدبيات دي في الحقيقة. أتمنى أكون أجبت الأستاذ محمد على أسئلته وعلى مشاركته. بعد ذلك الأستاذ الفاضل الأستاذ عمرو، أعتقد أنا وأنا بجاوب للأستاذ محمد على أسئلته جاوبت على السؤال بتاع حضرتك اللي هو ميثاق الأمم المتحدة، حضرتك ذكرت ذلك في أنا يعني جاوبته ضمنيا لما كنت بجاوب على أسئلة الأستاذ محمد، لما قلت أن أنا لا يهمني من أي مصدر ما دام المصدر يعضد ويقوي من نواحي الوعي والتنوير، يعني في الآخر هتلاقي النتيجة واحدة، خدت من الشرق، خدت من الغرب، خدت من منظمة حقوق الإنسان، خدت من واحد ميت بقاله قرون اللي هو ابن عربي في القرن السادس الهجري أو السابع الهجري، من زمان خالص قبل العلمانية وفلسفة التنوير وقبل الحداثة وقبل عصور وسطى، يعني عصور وسطى، واخد بال حضرتك؟ فما فيش مشكلة عندي، المهم عندي هو النهضة والسلم المجتمعي وأن يتعامل المعتنقون والمعتقدون للأديان على مذهب الوصل لا الفصل. المشتركات، والمشتركات أعتقد كثيرة بصرف النظر عن الطقوس والتنسكات والتعبدات والشعائر المختلفة التي يمارسها المسلم ويختلف فيها المسيحي ويختلف فيها، دي طقوس خاصة بالمسلم يمارسها حسب عقيدته حسب تعاليم نبيه، مسيحي يهودي. لكن الإطار العام مش طقوسك اللي انت بتتعبد بها، الإطار العام المشتركات التي بيني وبينك كمواطنة، كقيم أخلاقية، كقيم دينية، كقيم إنسانية. عشان كده ابن عربي هو المؤسس أو المدافع، لأن حضرتك قلت من شوية أن في ناس هذا الفكر كان موجود قبله صحيح، بس من الذي أشهره؟ من الذي دافع عنه؟ ما هو ابن حزم، داود بن علي هو أساس المذهب مش ابن حزم، بس ابن حزم
قواه ودفع عنه ونفع حتى نسب المذهب إليه. كذلك تلك الفلسفة فلسفة الوصل بين المعتنقات أو المعتقدات هي وإن كانت موجودة قبل ابن عربي، لكن ابن عربي هو الذي نشرها ووسعها ونظر لها ونظر لا. فسؤالك جاوبت عليه ضمن الحاجة. في سؤال كان في حاجة تانية ولا هو ده بس اللي موقفه ايه من اصحاب يعني غير المؤمنين؟ شوف حضرتك، هو ما تلقيته انا وما تعلمته انا يدل على ان ابن عربي كان واسع الصدر مع كل مخالف، مع كل مخالف. هو لم يذكر بطريقة مباشرة الربوبية في كتبه مثلا، لم يذكر بطريقة مباشرة اللا أدرية، لم يذكر بطريقة مباشرة الإلحاد فيما يعتنق الإلحاد، لكن ذكره في أن الذين يقومون بالاتحاد هم أهل الإلحاد، فهو عنده كلفية أن فيه إلحاد. لذلك هو يقول من قال بالحلول فدينه معلول، شيء حل في حاجة، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. إذن عنده كلفية بأن فيه إلحاد، عنده خلفية. أنا لم أجد في كتب ابن عربي محي الدين شيئا يدل على إنكاره أو على استبعاده للملحدين كما فعل جون لوك، بحيث أنه هو يرحب بالمسيحية، يرحب باليهودية، يرحب بعبدة الأوثان ويجي عند الملحدين لولا أنت كخة، لا أعتقد أنه يقول ذلك، بل سيدخل الملحدون وسيدخل الربوبيون واللا أدريون ضمن البيت الشعري الذي قاله ابن عربي لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، لأنه بيتكلم على المعتقد بصفة عامة. هو لما ذكر تلك المعتقدات ما ذكرش الماجوس ليه؟ مش الماجوس دي عقيدة؟ الصابئة مش عقيدة؟ صح ولا لا؟ الماجوس عقيدة، الصابئة عقيدة، عبدة النار عقيدة، ما ذكرهمش ليه؟ الأبيات اللي ذكرها ابن عربي ليست على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، يعني ذكر بعض العقائد لكن في الأصل هو يشمل كل العقائد، لكن ذكر فقط بعضها للتدليل والتمثيل مش للحصر. تمام كده يا أستاذ؟ فالملحد والربوبي واللا أدري وكل مخالف داخل في إطار الوصل بيني وبينه لا الفصل. تمام؟ شكرا لحضرتك يا أستاذ عمر. بعد ذلك أتجه إلى الأستاذ أستاذ محمد أستاذ مصطفى. أتفق معك تمام الاتفاق أنه توجد إشكاليات في ابن عربي بل في كشخصية وفي نصوصه. أتفق معك في الأمرين، إشكاليات في شخصيته ونظريته في المعرفة، وأنا ذكرت ذلك في المحاضرة، وأنا من شخصيا أنا يعني أتعجبها وأستغربها. أنا ما شفتش في حياتي أنا حد دخل يعني خلوة و تلعب بفيزياء وكيمياء وإحياء، يجي لي دخل الله أعلم، أنا ما أعرفش، بس يا ريت اللي دخل وطلع بهذه العلوم يجي يقول لنا. طب وابن عربي عم أنا ما شفتش ابن عربي. طب ابن رشد وافق عليه بس وافق عليه كحالة، لكن ما مشيش بكلامه. فأنا عندي إشكالية في نظرية المعرفة عند ابن عربي، وأقولها لك بصراحة، وفي شخصيته، وعندي إشكالية كمان في نصوصه لما ألاقي بيقول وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، ولاقي نصوص تدل على أن الكون والمخلوقات شيئا واحدا. فأنت على يعني منين بتنكر الاتحاد والحلول، ومنين من ناحية أخرى بتنكر الحلول والاتحاد، ومن ناحية أخرى بتؤكد على أن الله والكون شيء واحد، ما في الكون إلا الله. دي برضو إشكالية، وهي دي يا أستاذ مصطفى هي اللي خلت البحاثة أو البحاثة الناس الباحثين حول ابن عربي وفلسفته ينقسمون كل هذا الانقسام حتى الآن، ومن أصحاب المذهب الواحد أو أصحاب العقيدة الواحدة. يعني تلاقي في الأحناف مذهب الحنفي ناس بتحب ابن عربي وناس بتكفره وناس سكت عنه، وكذلك في مذهب الشافعي، وكذلك في الحنبلي، وكذلك في المالكي، حتى في الأشاعرة، عقدت الأشاعرة تجد قسمين من الأشاعرة، أشاعرة حتى واحد، قسمين، قسم يؤيد ابن عربي في أقواله، وقسم يعارض ابن عربي ويؤلف الكتب في نقد نظريات ابن عربي أو أقوال ابن عربي في العذوبة، وأن كلنا من أهل الجنة في نهاية الأمر، وأن رحمة الله واسعة وهذا الأمر. ستجد كل هذه الإشكاليات.
الفريق اللي بيقول ده غلطان بيبص الى الظاهر المتبادر اليه من النص العربي اللي هو نص ابن عربي يعني، والفريق الذي يقول لا 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 انتم ما فهمتوش بيبحث على معاني تأويلية باستخدام سلاح الهرمونطيقة او التأويل لاستخراج المعاني الحسنة ليه، او يوجه كلام ابن عربي التوجيه الحسن، يوجهه التوجيه اللائق او التوجيه الحسن. فانت كلام حضرتك صحيح في هذه النقطة. النقطة الثانية بتاعت انا ان انت موافق على كلام ان احنا نرفض الناس اللي بيطلعوا يكفروا، بس في نفس الوقت ما لقيش مثلا واحد زي الدكتور احمد كريم على النقيض بقى من عبد الله رشدي على النقيض يطلع يقول لا الناس كلها ايه مؤمنة وما فيش كفر. حضرتك برضو احسنت في هذا الكلام، لان الايمان او الديانات فيها الامرين معا، فيها الايمان والكفر معا. فالمسلكين في الحقيقة وإن كان المسلك بتاع كل الناس مؤمنة حتى وإن كان خطأ، لكن لا يؤثر بالتأثيرات التي نراها الآن زي ما بنشوف التكفير. لا، التكفير أخطر، بمعنى إن لو طلع واحد حتى لو معمم من الأزهر الشريف وقال كل ده غلط كلنا مؤمنين كلنا هنخش الجنة أهو ده عندي، حتى وإن كان في نسبة من الخطأ في كلامه أو في التفسير، لكن ده أأمن وأسلم على المجتمع من شخص يقوم بالتكفير، وإن كان المسلكين عندي لا يصحان. تمام يا أستاذ مصطفى؟ تمام. السؤال الذي بعد ذلك أستاذ كوستات حضرتك كان في نحن في الوقت مش أخلص يعني تمام. بالنسبة لحضرتك هو طبعا في جبرية واضحة في مذهب ابن عربي الفلسفي، ودي حاجة معروفة عنه، كما أنه كان في الفقه يتبع المذهب الظاهر كان على مذهب ابن حزم، وإن كان البعض يضاعف هذا القول ويقول لا له مذهب خاص به سواء في الفقه أو في الفلسفات والاعتقادات يعني. فهو نعم كان في جبرية، قضية أن كل الناس عنده مؤمنة وأن كلهم بيعبدوا الله، نعم هو قال بهذه الفكرة، ولكن يا أستاذ هو ابن عربي لا يلغي الخطوط الحمراء، لا يلغي الخطوط الحمراء، دي نقطة فاصلة جدا ردا على من قالوا بأن ابن عربي يميع الأديان أو يجعل فيها تميع. لا، ابن عربي يضع خطوط حمراء ولكن لا يجعل تلك الخطوط الحمراء على وجه الأرض، يجعلها اعتقادا ذاتيا فلسفيا جوانيا جوانيا جواك. اعتقد ما تعتقده في المسيح بناء على كتابك القرآن الكريم، وأنت أيها المسيح اعتقد في الموت، لكن هذا جواك اعتقادك الذاتي قناعتك الذاتية لا تخرج إلى حيز العمل في السلوك، لأنها لو خرجت إلى حيز العمل في السلوك وكان الأساس في التعامل هو المخالفة وليس الاتفاق، هذا لن يؤدي إلى حضارة، لن يؤدي إلى الإنسانية التي نادى بها ابن عربي في الفكر الإنساني. أتمنى أكون أجبت حضرتك. أيضا الأستاذ الأستاذ يوسف، إجابتك يا أستاذ يوسف عند متخذ القرار في بلدنا المصرون جمهورية مصر العربية، لأنني طبعا أنا أقصى ما يمكن أن أقوله هو الوعي، المحاضرة، الثقافة، التنبيه، التنوير، التثقيف، غلط، ما يصحش، ما ينفعش، محمد ما كانش، النبي محمد ما كانش بيمشي في الطرقات والشوارع التكافر التكافر، ولا عيسى، فجبتوا الكلام ده منين؟ فده دوري، ده هذا دوري، هذا دوري، هذا دوري. لكن الذي تقصده حضرتك هو نطاق دولي أو نطاق يعني من الدولة باتخاذ القرار سواء بالوعي في التعليم ومن خلال الأطفال إلى أن ينتهي الرجل من تعليمه الأساسي، وكذلك اتخاذ القرار أو القانون، إصدار قانون من مجلس الشعب بأن كل رجل دين، مش أقول مسلم، رجل دين مسلم كان أو مسيحي، لأن احنا في مصر مسلمين ومسيحيين، اليهود قلة كتيرة، قلة جدا يعني، نطلع على ويتكلم في التكفير ويكفر الناس، هذا لابد له من عقاب قانوني، حتى ولو كانت الكتب المقدسة فيها نصوص تخالف غيرها أو تتبع غيرها بالكفر، فالنصوص دي للتأسيس العقلي وليس للممارسة بين أطياف الشعب الواحد. جواك اعتقدها، لا نختلف أن كل مسلم له حق أن يعتنق ما قاله القرآن الكريم،
بناء على أنه مسلم يتبع ديانته والمسيحي كذلك، ولكن قناعاتك الشخصية ليست في حيز العمل والسلوك والتعايش، بل في حيز الاعتقاد الشخصي الجواني. هي دي المشكلة، أن التيارات الإسلامية تخرجها من الحيز الداخلي الجواني والاعتقاد الذاتي والقناعات الشخصية إلى العمل. فلما يعمل، فلما يشتغل مع مسيحي في مستشفى أو في إدارة عمل أو كده، يعامله معاملة سيئة أو معاملة من درجة تانية أو يحتقره، عشان خرج الاعتقاد الذاتي القناعاتي لهذا. فيبدأ بقى كلام بقى سيء، بقى المسيح الكوفتس، الكلعون، الكلعونة، إلى آخر تلك الألفاظ الشديدة على النفس من الطرفين، من المسلم للمسيحي ومن المسيحي إلى المسلم. بعد كده تساؤل الأستاذ شادي. بالنسبة للأستاذ شادي، أعتقد قضية الاستدعاء من التراث حضرتك أثرتها، مظبوط كده؟ بالأول ما أطلق نعرض من نبوة تفسيره. أحسن، كل الأديان واحدة والتعافة وفيه. أحسن. النبوة عند ابن عربي نبوتان، النبوة التكليفية، وهذه يقول عنها بأنها انتهت من انتهاء النبي محمد خاتم الرسالات. خاتم الرسالات نبوة التكليف، يعني نزل وحي من السماء على النبي أو على الرسول بكتاب أو بشريعة ما، وانتهى الموضوع على محمد وختمت الرسالات. وفي النبوة الأخرى اسمها النبوة العامة، النبوة العامة اللي هي بتأتي من خلال الوحي أو من خلال الإلهام للعارفين والأولياء والصالحين. إحدى نظرياته فيسميها ختم الولاية، يسميها ختم الولاية. فده بالنسبة للتفرقة بين النبوة. ليه بقى مدام احنا كلنا يعني اصحاب اعتقاد صحيح او كذا او كذا؟ وده اللي انا قلته لحضرتك، ان ابن عربي لا يلغي الفواصل، الاعتقادات مختلفة، ولكن ابن عربي ينادي بضرورة العمل على المشتركات بينها لا على الفواصل التي بينها. فالانبياء الذين نزلوا لكي يردوا كل من ترك الشرائع او ترك عبادة الله إلى الدين كناحية عقدية، لكن كناحية تعايشية. هذا ما يتكلم فيه ابن عربي، أنه علينا الاحترام والتسامح حتى يصل إلى التوقير. لن تبلغ من الدين شيئا ما لم توقر أو حتى توقر جميع الخلائق. فدي النقطة مهمة. كده أنا أعتقد أجبت حضرتك على الأسئلة كلها، وشكرا لكم كثيرا. شكرا. وفي نهاية صالون النهاردة بنحب نشكر ونكرر الشكر تاني للباحث أحمد كويدي على الطرح اللي قدمه. شكرا لحضراتكم جميعا.